لدبلوماسية مساء الخير. بين الحرب على غزة والبحث في إمكانية التوصل لاتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، يتأرجح الوضع الأمني في لبنان مع توسع رقعة الاستهدافات والاغتيالات. وبين الأمرين يربط حزب الله إيقاف عملياته بوقف الحرب على غزة من دون أي تعديل بموقفه الأمني ولا العسكري منذ بداية الحرب. وإذ صار اللبناني واقعا ضمن حسابات الصدفة أو ضحية مرور الصدفة، فإن المفاوضات الدولية مع الجانب اللبناني المتمثل بحزب الله عبر وسطاء ومبعوثين استشرفت مدى إمكانية التوصل معه لما يشبه تعديل في 1701، الأمر الذي يعني اللبنانيين بكافة أبعاده ومصير الجنوبيين. فما هي الشروط المطلوبة وما هو الممكن تحقيقه؟ وماذا عن ما يحكى عن موافقة حزب الله الابتعاد عن الحدود ضمن صفقة تشمل باقي الأراضي اللبنانية المحتلة؟ حلقة خاصة هذه الليلة من دبلوماسية في قسمها الأول بعنوان البحث في مستقبل 1701 مع الوزير السابق مروان شربل والنائب السابق ناصر قنديل. أهلا وسهلا ضيوفنا. أهلا وسهلا معنا. أهلا فيكي. مساء الخيرات. أهلا وسهلا أستاذ ناصر. مساء الخيرات. طبعا يعني خليني بلش مع معالي الوزير العسكري قبل كل شيء، وهذا الملف أنا بدي أطرحه هذه الليلة بما يتعلق بأنه بدنا نعتبر حالنا باليوم التالي من الحرب اليوم، وعلى أي خلينا نعتبر وين اللبناني رايح، راح يكون أمام 1701 جديد، تعديل جديد. هذا الشرح العام العريض اللي بدي بلش فيه مش كسؤال أول، بدي أسأل بالأول شو تغير من 2006 لليوم بعيون الدول لتعديل 1701. أول شيء بدي أقول لك 1901 قبل غزة شيء ومن بعد غزة شيء، فإذا نحن هلأ من بعد غزة. طيب أنا دائما بطرح سؤال وما عم بلاقي جواب، بس هلأ أنا وياكم بدنا نلاقي جواب. هل 1701 انعمل ليحمي لبنان من إسرائيل ولا ليحمي إسرائيل من لبنان، ولا لنحمي اثنين سوا لبنان وإسرائيل؟ ما عم بعرف أنا، لأنه إذا بتقري النصوص فوق 14 أو 15 نص باتفاق 1701 بالقرار بتشوفي أنه تطبيقه نحن اضطرينا أن نطبقه، نحن اضطرينا أن نعترف فيه لأنه حتى نوقف إطلاق النار، ولبنان تدمر بالشكل اللي تدمر فيه بهذيك بال 2006. وبالإضافة أنه كانت الحكومة برئاسة الرئيس سنيورا يلي حطوا سبع شروط بهذيك الايام، حطوا سبع شروط او سبع قواعد تبنوا الامم المتحده اسم كبير منهم، اسم كبير منهم مثلا انطلقوا ل 1559، لانه بالشروط اللي حطوها يومتها بمجلس الوزراء هي انه نزع السلاح او ما بيكون في سلاح بمنطقه الجنوب، هن شمالوها بمنطقه معينه، بس كان المقصود بوقتها انه ما بدنا سلاح على كل الاراضي اللبنانيه غير سلاح الدوله اللبنانيه. طيب اذا بتقري ال 1701 بتشوفي عن جد انه طيب كيف قبلنا فيه نحن بهداك الوقت؟ وكانه لبنان هو المعتدي على اسرائيل، واسرائيل ولا مره احتلت لبنان، لبنان احتل اسرائيل شي 15 مره، واسرائيل ما فاتت ولا مره لعنا. ال 1701 بيعتبر انه لبنان على طول هو معتدي عليها على اسرائيل، ونحن ما اعتدينا واسرائيل ما اعتدت علينا ولا مره. انا ما بلوم انه يعني ليش من الاساس انت عم تحكي طبعاً من الاساس قبل الموافقه عليه كان فيها شبهه برايك؟ صحيح. مش كان فيها شبهه، لازم كنا ما نقبل على القليل وقت لتطبق، ما نقبل انه اللي صاير انه اسرائيل فالته مثل ما بدها ونحن الضوابط علينا ممنوع تحمل. يعني بتعرفي انت صار في دوريات بوقتها وفي تفتيش من الجنوب الليطاني للحدود، يعني اذا لقيتي مع واحد سكيني كانوا يوقفوه بينما الحدود جوا كانت فالته. طيب في بال 1701 بيقول تنتشر حسب ما بدها العناصر اليونيفيل ينتشروا بشكل انه يامنوا الحفظ الامن والنظام بين لبنان واسرائيل. طيب انا بدي اسالها للامم المتحده وبدي اسال اليونيفيل،
وبدي اسال امين عام الامم المتحده بهذيك الايام لما هو طلبوا منه انه خلال اسبوع يعمل تقرير حول انتشار قوات اليونيفيل. طيب ما لفت لك نظرك انه ما انتشرت ضمن الاراضي الاسرائيليه؟ طيب ليش بس ضمن الاراضي اللبنانيه؟ سؤال. لما انا بقول انه ضمن الاراضي اللبنانيه معناتها بدنا نهدي بدنا نمنع اللبنانيين يفوتوا على اسرائيل، بينما اسرائيل كانت تفوت على لبنان. لازم ينتشروا على الاراضي اللبنانيه وعلى الاراضي الاسرائيليه. مشان هيك انا بلشت لك مين هذا ال 1701 انعمل كرمال مين؟ تنحمي لبنان من اسرائيل ولا تنحمي اسرائيل من وسع لبنان؟ وسع مهام اليونيفيل ومهام طبيعي. الجيش اللبناني. طبيعي. هون اللي بدي اوصلك انه لمن بعد من بعد غزه ما بقى في ال 1701 مثل نفسه. ما كان يتطبق في انا بتقديري في ملحق موجود بال 1701 وبنصوصه ولكن لم تطبق او لبنان اهملها بهذيك الايام اهملناها نحن. هلا ما بقى في اهمال والتفاوض رح يصير على اساس شو الشوازات اللي شفناها هلا، شو المشاكل اللي شفناها هلا، شو خلال من 2006 لهلا شو الخراءات اللي كانت تستعملها اسرائيل رح تبطل تستعملها برا وبحرا وجوا. بدنا نحطها هي بالملحق، بس هذا لا يكفي، بدنا ضمانات من الامم المتحده انه هل انه اسرائيل ما بقى تطلع او بالجو اطواء لبنان او تمنع اي بحار يتصيد سمك. هيدي كلياتها بدنا نشوفها، بدنا الضمانات. اذا ما في ضمانات انا برايي في مشكله حاول تطبيق ال 1701. استاذ ناصر، طبعا لما ان شاء الله بيوقف اطلاق النار في غزه، هيدا مسار طويل من المفاوضات، سيلحقوا او بالتوازي معه، هذا اللي بدنا نعرفه، رح يكون عم بيكون في تفاوض على جنوب لبنان والقرار 1701، نحن هلا بمرحله موازيه، وايضا شو الشروط المطلوبه وشو الفرق بين الحاله الهدنه، نحن موقفنا لوقف اطلاق النار بال 2006، الهدنه 2006 والهدنه اليوم 2024. يعني أنا بعتقد إنه مناقشة الـ 1701 بدها تتم في السياق اللي عبر عنه واللي ممكن يعبر عنه في المرحلة المقبلة. القرار 1701 ما بعتقد مطروح تعديله على كل حال، يعني آليات التطبيق والبنود اللي فيه صالحة يعني لينبنى عليها ما يوائم المتغيرات. بلش النقاش بال 1701 بخلفية المجيء بقوات متعددة الجنسيات على الفصل السابع لنزع سلاح المقاومة. عم نحكي عن مناخ دولي رافق حرب تموز 2006، كانت قمة الجي 8 منعقدة في بطرسبورغ، وصدر بيان يتفهم حق إسرائيل المشروع بالدفاع عن النفس بما في روسيا يعني. وكان في لبنان ميزان قوى سياسي، القوى الغالبة فيه في الحكومة وخارجها ضد المقاومة، وتتبنى الطرح الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة، لدرجة أنه غونداليزا رايس لما اجت لعند الرئيس بري هي وعم تفاوض على قبل ما نوصل لمرحلة اليونيفيل بتقول له أنه ليش أنت ما ماشي بالفصل السابع؟ الرئيس السنيورة ماشي. فأخذ تليفون حكي مع الرئيس سنيور، قال له عندي وزيرة الخارجية الأمريكية عم تقول هيك، قال له لا أنا قلت لها 7 إلا ربع. يعني بمعنى أنه الفصل السابع هيك مع شوية تلطيف. فإذا كنا بجو عدائي ضد المقاومة وجو وهم القوة الإسرائيلية القادرة والتي لا ترد، وبالتالي حتى البعض اللي كان يقول لنجنب لبنان مزيد من الدمار والخراب وهي إسرائيل يعني فيها تعمل العمايل، خلي نشوف شو بنرضيها يعني. صمدت المقاومة، تغيرت المعادلة، انجبرت إسرائيل تصير هي المطالبة بوقف إطلاق النار، صار الأمريكي عم بيقول لإسرائيل طيب صمدوا شوي لحتى نقدر نعدل بالشروط، وصلوا لمحل الإسرائيليين بدهم وقف إطلاق النار، فتخلوا عن الفصل السابع، تخلوا عن قوات متعددة الجنسيات، لكن البنود كانت عم تتغير بالتدريج، في بنود بقيت ثابتة، يعني في بنود انكتبت بالنص الأول اللي ما في معارضة عليه كان من المقاومة. تطبيق القرار شيء ونص القرار شيء. مثلا القرار بيقول انه القوة الشرعية الوحيدة السلاح يجب ان يكون بيد القوة الشرعية اللبنانية فقط، لكن ألغي حق المداهمة وفكرة نزع السلاح.
فالمقاومة اعتبرت أنه هذا نص مبدئي عام بصير التفاهم عليه داخليا، مجرد ما البيان الوزاري يقول بشرعية فكرة المقاومة فهذا يشرعن سلاح المقاومة، ما خص اليونيفيل فيه طالما أن وظيفة اليونيفيل هي دعم الجيش اللبناني في بسط السيادة وليست لديها صلاحيات منفصلة اسمها حق المداهمة والتفتيش في القرى والبيوت وسواها. نحن هلأ رح ننزل بالشروط مثل عشية 2006. نحن بظروف مختلفة، نحن هلأ بظروف تصعيدية، بشروط تصعيدية عفوا، ورح ننزل تدريجيا على تخفيض الشروط. خليني أقول لك، نحن بظرف ما له علاقة نهائيا باللي كان بال2006. نحن الآن بظرف اسمه أنه إسرائيل من داقة من موضوع المستوطنين اللي مش قادرين يرجعوا على الشمال، وتريد بناء على الخطاب اللي قالوه المستوطنين انه نحن التساكن مع حزب الله المسلح مستحيل، فما عاد في عندنا امكانيه نرجع اذا ما بتلاقوا لنا حل لسلاح حزب الله. من هون بلش النقاش كيف بدنا، شو الاطار. فبلش الحكي انه ما في ينزع سلاح حزب الله، اذا اسرائيل فيها تفوت، إذا في آلية للقدرة العسكرية لنزع السلاح شرفه. طيب ما في آلية، هددت إسرائيل بالحرب لكن هي تعلم أنه هذا التهديد بالحرب محكوم بمعادلات توازن القوى اللي بينه وبين المقاومة واللي فيها قدرة تدميرية متبادلة، وبالحرب البرية المقاومة فيها هي الأقدر. من هون إجا النقاش بأنه طيب اسحبوا قوة الرضوان أو حزب الله عموما لبعض الليطاني. لا عم بحكي بالمحدد قوة الرضوان رح نفصل فيها بعد شوي. أوكي. أكثر من أنه حزب الله. واضح. قوة الرضوان، أنا رأيي أنه حزب الله ليس جاهزا لبحث هذا الموضوع إلا إذا في له مقابل وطني كبير. يعني قوة الرضوان هي قوة كان مركزها القصير. بفترة من الفترات بتذكر كان في تحضير لمناورة اللي انعملت بأيار تقريبا، كان في جزء من الرضوان مشارك فيها من مركزه بالبقاع. يعني ما عنده مشكل حزب الله، لكن هذا انتقاص او تنازل او مكسب عم ينعطى ولو معنويا. يجب ان يكون له مقابل وطني كبير. من هون حزب الله شو عم بيقول؟ طالما ان حرب غزه مستمره نحن لا نناقش، لا نسمع، لا ناخذ، لا نعطي. توقف حرب غزه، نحن ما عندنا مطالب ولا عندنا عروض. بيجي الإسرائيلي عن طريق الأمريكي بيقول أنا جاهز أطلع من الناقورة بيوان، جاهز أطلع من النقاط المختلف عليها، جاهز أطلع من الغجر، جاهز أطلع من مزارع شبعة. هلا مزارع شبعة خلي اليونيفيل بالغجر يفوت الجيش اللبناني، هاي تفاصيل بتتناقش. عم تحكي عن مسار بعد وقف بعد الحرب. نهاية حرب غزة، يعني هلا ما في تفاوض نهائياً. مش بتوقف المدافع ونحن معنا قرار بإيدنا. لا 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 لا، بدها تخلص الحرب لنبلش نحكي. إذا الإسرائيلي قادر يرجع المستوطنين بدون اتفاق يرجعهم، إذا يحتاج لإعادتهم إلى إخراج مطمئن عنوانه أن قوة الرضوان قد سحبت، فعليه أن يدفع ثمن هذا الإنجاز الإعلامي، لأنه اللي بيسحبها بيرجعها ساعة البدو. هذا الإنجاز الإعلامي الذي بات حاجة إسرائيلية بسبب الاهتراء اللي أصاب المعنويات والبنية العسكرية الإسرائيلية، ثمن هذا يجب أن يكون ثمن وطني لبناني كبير. أوكي. يعني ما بعرف معالي الوزير إذا الجبهة الشمالية يبدو رح تبقى لآخر شيء حسب أستاذ ناصر. أكيد. أو بعد الحرب، بعد وقف إطلاق النار. نحن عم نفكر أنه أو الناس المشاهدين أنه وقت اللي توقف الحرب توقف هون وبغزة وبنطلع بهدنة مستدامة. لا لا طولي بالك، بتوقف بغزة بتوقف هون، توقف هون لكن ما منكون وصلنا لاتفاق. أوكي. على أكيد وقف إطلاق النار شيء وانتهاء الحرب شيء آخر، بس وين المشكلة؟ أنا قبل ما أحكي بالمشكلة لازم العالم أكيد توضح في كلمة مهمة قالها، مقابل إنجاز وطني كبير. ما العالم تفسر أنه هيدي مقابل انتخاب رئيس جمهورية واحدة منهم؟ لا ما انا بالعكس، انا بلبنان بفسر لك انه لا هيدي ما لها علاقه بها، لانه انتخاب الرئيس شيء والمكاسب الوطنيه الكبيره شيء اخر طبعا، لانه اذا بتيجي بتطلع حط فوق ال 200 شهيد ما راح حودي يكونوا هيك انه حطيناهم في مكسب. هذا المكسب الوطني الكبير اللي عم بيقول عنه على القليل عنوانه الكبير حمايه جنوب لبنان ولبنان كله
من الاعتداءات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا. أما انسحاب مثلا من الأراضي المحتلة، هل هذا اللي عم يحكوا فيه المفاوضات؟ بدي شوف شو عندك معلومات بالإطار. إذا بقول لك أكيد أنا بدي في شغلتين بده يتطرق لهم، حزب الله لأنه هلا المفاوض هو حزب الله. نحكي بالدولة اللبنانية ماشي الحال، اوكي بتوافق الدولة اللبنانية ما عم بصرحوا. فإذا التفاوض هو مع حزب الله بشغلتين، الشغلة الأولى هو الانسحاب، أول شيء الخط الأزرق، الخط الأزرق بدنا نشوف هو حدود لبنان ولا مثل ما قالوا بال 1701 إنه الحدود اللبنانية هي اللي عملت حدود خط الهدنة من 1949، بقى هاي بدنا نطبقها. بال 1949 ما كانت محتلة لا مزارع شبعة ولا الغجر ولا شيء، وأنا بيقولوا إنه مش الأراضي السورية ولا الأراضي اللبنانية. أنا بتذكر إنه الرئيس ميشيل سليمان اشتق وقت اللي عمل اجتماع مع الرئيس حافظ الأسد، مع الرئيس بشار الأسد، مع الرئيس بشار الأسد تطرقوا لهالموضوع وقال له هاي الأراضي اللبنانية. رئيس بشار الأسد قال له للرئيس ندعم موقفكم بالأمم المتحدة عندما تريدون. وبعتقد هذا الموضوع انطرح وقت اللي انعملوا اجتماع ببعبدة بموضوع سموه لقاء بعبدة أو شو يسموه. وفي المراسلة اللي طلبها اللي بعتها فاروق الشرع كوزير خارجية سورية لكوفي أنان كأمين عام أمم المتحدة موجودة طبيعي. هلأ وين المشكلة؟ بتعرفي وين المشكلة؟ نعم المشكلة اليوم عم بيهددوا بدهم يجتاحوا رفح. طب إذا اجتاحوا رفح، طب شو موقف حزب الله وموقف الدول اللي داعمة أو الدول الممانعة؟ هون رح تتغير المعادلة ويمكن رح نوصل لمشكلة. صرت بخاف على حرب بين لبنان وبين إسرائيل، لأنه بالنهاية نحن رابطين حلنا بغزة وانتهاء الحرب. ما رح مش معناتها رابطين إنه أنت روحي احتلي غزة وانتهت غزة، يعني التصعيد وفلوا الفلسطينيين وتهجروا واحتلت إسرائيل غزة وحطت مثل حطت الإدارة اللي بدها إياها هي. مش معناتها هيد يعني مش المطلوب انه خلص انتهت نحن انتهينا هون. هيدي المشكله اللي عم يشتغلوا عليها اليوم الدول الاوروبيه، واليوم تحركوا الدول العربيه اكثر واكثر والولايات المتحده الامريكيه لمنع اجتياح رفح، لانه اذا اجتاحوا رفح ما بعرف اذا ما بتصير في حرب وفي مشاكل بين انا رايي مش هالقد. يعني انا رايي لو اخذنا هالجزئيه تاعت رفح وبعدين يعني احنا ما بدي اخرج انا عن الموضوع. انا رايي ما يعني ما نكبر قصه رفح، يعني في تضخيم اعلامي لك ما فيك تعرف، لانه اليوم عم نقرا يعني ساعه ثلاث ارباع ساعه حكي رئيس جمهوريه امريكا مع رئيس حكومه اسرائيل بدون ما اذكر اسمه. يعني كيف يعني ما عم بفهم انا؟ طب الامريكان انتم مش قدرانين توقفوا اسرائيل؟ ده اذا مش قدرانين توقفوا اسرائيل وقفوا. بس عليك نحن عم نتوهم انه اذا الاسرائيلي قرر يفوت على رفح يعني انهى غزه وانهى المقاومه. هيك بدي اقول لك هذا الحكي غير صحيح. هذا الحكي غير صحيح. اوكي اوكي بدي اقول لك سيواجه في رفح ما واجهه في خان يونس وستتكسر قوى العسكريه. هذا الامريكي بده ينقذه من الهزيمه عم بيقول له بلا ما تفوت على رفح. هيدي يمكن تمنياتي وتمنياتك، بس بالحرب ما فيك انا اقول لي بس يفسر لي من اللي عم بخوفونا من دخوله على رفح، شو الفارق بين رفح وخان يونس؟ انا رح اقول لك شو الفارق. انا رح اقول لك شو الفارق. الفارق انه ما رح يبقى ولا فلسطيني موجود على اراضي جرب. يعني انا بقول لك حيبوا هيدي مش حيبوا وخليه يحمل دماتهم. هي ما صار قلت له بين ماشي. جريح وقتيل 50,000 الفلسطينيين لك. بغزه مقررين الشهاده او النصر وما بدهم من حدا يشفع. اوكي هلا الشغلتين بدنا نناقشهم. ما بدي اخرج على الموضوع بس اذا عم تحكوا بموضوع رفح معناتها عم نفوت على موضوع التهجير. طبيعي. اذا فعلا لا انا عم بقول هيدي اسرائيل مصره تطبق هيدا الشيء استاذ ناصر. لن في تستطيع. هذه الحرب هي فرصتها الوحيده وربما الاخيره. لن تستطيع شيء. لن ليك لم او لن تستطع شيء ونستطاعت شيء اخر. التهجير يا معالي الوزير، في فرق بين تهجير والمقاومه مسحوقه بصير اسمه ترانسفير، والتهجير والمقاومه قويه. نص الجنوبيين طلعوا على سوريا بوقت 2006 وما عملوا ترانسفير، رجعوا على الجنوب. خي ناصر اذا بقيت القوه المسلحه للمقاومه وفشلت الحرب الاسرائيليه على رفح، خلي يطلع نص مليون فلسطيني على مصر، شو بصير؟ خي ناصر بدي خبرك، انا عسكري
نعم. وقت ما نعمل جبري دور لعملية معينة بنحط كل الاحتمالات، ما فيني يقول هيدي ما راح تصير على راسي، ممكن تصير. أنا عم بقول لك أنا عم بحط احتمالين، إذا صارت شيء شو بده يصير عنا، وإذا ما صارت شو بده يصير عنا. أنا عم بقول وإذا صارت ليش بده يصير حكما التهجير والهزيمة؟ ما بدنا نحطها هيدي. طيب بس ما نحن تجارب الأربع مراحل السابقة من الحرب نحط هالاحتمال على الأقل ينعطى للوقائع التي مرت نسبة من الاحتمال. ما فيك بالحرب ما يا فيك. معالي الوزير أنت اليوم بتقلي بالاحتمال إذا قررت إسرائيل الحرب على حزب الله احتمال أن تدمر قدرته الصاروخية مثل احتمال أن تفشل، وقدامك تجربة بتقول أنها جربت طيب وفشلت. بدي أسألك سؤال، بدك تقلي شو اللي تغير. رح لك شو اللي بده يتغير. أول شيء أنا بدي أحط كل الاحتمالات، وبعدين بصير بار اليمينيسيون من شيء اللي بدنا اياه. نعم هيك، وبيبقى اللي انا بدي احط احتمال انه في حال انتصرت بغزه ويمكن يكون 0.3 او 0.1. اللي انا خليني اللي مخوفني انه ممكن. طيب الادارات كيف عم يعني اللي المخزون السلاح والذخيره اللي موجوده بغزه تختلف عن مخزون السلاح والذخيرة الموجود بإسرائيل. إسرائيل بعدها عم بتتلقى من أمريكا ومن أوروبا. طيب هوديكي إذا أنا كعسكري بدي أحسب، طيب منين بده يجيني بعد رغم هالأربعة أشهر؟ أنا رح هلأ إلا إذا أنت كنت هوني. لا أنا عم لك معلومات قيادة المقاومة من غزة. ليك عادة خليني نحكي معلومات، ما بدك تسمع معلومات. بلا بس أنا أبلغت قيادة المقاومة في غزة لقيادة المقاومة في لبنان، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، أنها قادرة على الصمود في حرب حتى نهاية 2024. وأن لديها من الوقود لتشغيل الأنفاق أسانسيرات وتهوي أو إنارة، ولديها من الذخائر الناعمة والمتوسطة والصواريخ لرشقات تذكيرية كل أسبوع كل أسبوعين على تل أبيب ما يكفي حتى نهاية 2024. طيب انتهينا. لا أوكي أنا بدي أسألك، انتهينا من 2024 بيقدر الإسرائيلي يكمل لل 2024؟ كيف ليش لا؟ أنا رح لك ليش لا. تفضل لنحكي عسكر. تفضل. ذخيرة 155 مليمتر اللي عند الإسرائيلي قديش هلا؟ سؤال أمريكا. لا أمريكا كل إنتاجها في الشهر 30,000 عم تبعث له 13,000. هيك اسمعلي هلا، بدي عم تقول تعطيني أرقام كأنه أنت بالمعمل. شرف افتح جوجل. كأنت شو بدي بالجوجل؟ افتح أمين عام الناتو. خي ناصر. افتح رئيس أوكرانيا اللي عم بيقول مقطوعين من قذائف ال 155. طيب هلا شو بدك هلا بالحروب بيحكي حكى كثير. لا 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 مش ليش إسرائيل ما بتقول عن عدد القتلى؟ إسرائيل ليش؟ شو بدي عن قتلاها ما بتقول؟ ما عم بقول لك ليش ما بتقول؟ لتحافظ على معنوياتها من الانهيار. طبيعي وهلا هون ما راح تخليك تعرف. اما في الذخائر اسرائيل لا تملك قدره استمرار حرب. يا معالي الوزير خلينا نروح شوي. لا بدنا نناقش مزبوط. نعم ما عم نناقش مزبوط. لا انا بدنا نناقش للعالم تفهم، وما فينا نحن انا وياك نكون من جهه واحده، ما عاد حدا بيتسمعنا بسكر التلفزيون وبفل. بدنا نناقش نقاش موضوعي. بدك في عالم مع وفي عالم ضد عم بيسمعونا، بدك تقنع اللي مع وبدك تقنع اللي ضد. ما فيك مثل ما انت عم تحكي. أوكي. انا عم بعمل مقاربتي وانت عم تعمل عليك. مقاربتك مش بالضروره وافقك بمقاربتك لحتى تكون صح، ولا بالضروره وافقك انا بمصر. ما طالب لانه انا يا اخي ناصر لك بدي لك شغله عليك. انا ما طالب توافقني. بدي لك شغله. اوكي كل واحد عم يطرح رؤيته واضح. ما في ولا ممكن انه يعني انا اذا قالوا من هلا ل 2024. نعم. بدك تشوف المصروف اليومي قديه. اذا المصروف اليومي مثل ما بلش اول نهار ما بيضاينوا ل 2024. مشان هيك اسرائيل خلال 10 ايام جابوا له 17 باخرة محملة قد ما بدك أزايف وصواريخ للدعم المعنوي. طبعاً. طيب فيني أسألك سؤال مع الوزير؟ تفضل. ما صار له 4 أشهر الحرب وعشرة أيام؟ بلا. بعد المعارك بجباليا والشجاعية والله وقفت. مزبوط. بس بعد الصواريخ هي ذاتها على ما عم بحكي على الصواريخ. ما كمان ما خفني عم يقولوا. لا يا عمي أنا عم أحكيك كلام دقيق. قلت إن ما لديهم من الصواريخ يكفي لرشقات تذكيرية أسبوعية. تذكيرية. أما ما لديهم من السلاح المطلوب للمواجهة بالمتوسط والذخيرة الناعمة. يا أخي إن شاء الله. طيب خليني بس بدي أسأل سؤال أنا. ليش رفح بدها تحسم غزة وبعد ما انحسمت ببيت لهية وبيت حانون؟
بس حدا يجاوبني على السؤال عسكريا، انه اذا الاسرائيلي بعده لهلا الويتو عم تتفكك ببيت لهيه وبيت حانون والشجاعيه وجباليا ومخيم الشاطئ وخان يونس، امبارح عنده 60 اصابه بخان يونس بتفجير مبنى مفخخ، وحدا جاي يخبرني انه اذا قرر الهجوم على رفح سقطت غزه. طيب خلينا نسمع. هلا بدي اقول لك شغله، انا ما فيني احكي مثلك ولا انت لازم تحكي مثلي، بس انت مفروض تحكي مثلي لانه العالم تقتنع. يعني ما فيك تيجي تقول لا بدها تنتصر وخلص، يعني اذا بدها تنتصر اسرائيل لوين بعدها رايحه؟ اذا هي مزبوط المقاومه بدها تنتصر لازم اسرائيل تنسحب. رح اقول لك رايي ليش، اذا عم تسالني سؤال لجاوب. لا ما مش عم تسالني سؤال، لا مش عم تسالني، لكن شو مش عم تسالني، عم بعطي رايي. انا عم بعطي رايي، انت سالتني قلت لي ليش بعد لوين رايحه اسرائيل، هذا رايي انا. رح اقول لك لوين رايحه اسرائيل. طبعا. رايحه اسرائيل في التهويل بحرب على رفح لتاخذ حقها بالمفاوضات ويربحونا جميله بانه جمدوا حرب رفح الامريكان والاوروبيين والعرب، بس مقابلها حماس لازم تقدم تنازلات في المفاوضات. معالي الوزير عم بيقول انه اسرائيل للاخر رح تروح قدام انتصارها، لان هيدي حرب وينه انتصارها؟ وينه؟ براسها بدها اسرائيل ما تطلع من هيدي الحرب. لن تحصد انتصارها. مهزومة ولا رح دفلك أكثر ولا طالت الحرب. وفي اللحظة التي يبدو أن غزة مهددة بالسقوط، في اللحظة التي يبدو أن غزة مهددة بالسقوط وأن المقاومة في غزة مهددة بالهزيمة، قبل منها ستنفجر الحرب الكبرى في المنطقة. أوكي. هي مش هيك أنا مش وصلت لك كلامي. بس أنا ما وصل له. لك يا خي عم بقول هيدي لك معقولة. تماما. لك إن شاء الله لا. أنا شو بدي؟ بس عم بعطي كل هالاحتمالات، في فرضيات بدك تقولها. نعم. بالعسكر بدك، مش بالسياسة، بالسياسة فيك ما تقولها، بس بالعسكر بدك تقولها. أنا ثاقبت إني عسكري وبعرف، وخايدين أكثر من معركة، وعم نحط الفرضيات يلي ممكن. يا خيي بدي أسألك سؤال، وقت بتوقع جريمة أنا كمحقق بحط كل الفرضيات وبصير بشيل حاطط فرضية انتصار إسرائيل؟ أنا لحد هلا لا، يعني عم بتحاول توضحه للناس؟ لا لا اوكي، فأكيد لحد هلا لا، بس إذا طالت وتغير النفس السياسي برا وتغير النموذج وحطوا براسهم الدول الأوروبية بأغلبهم ما بدهم، وأمريكا ما بدها أن إسرائيل تخسر، اوكي وبدهم يشوفوا، عم بيقولوا المحور حيشارك ويوسع، ماشي الحال بس حتكبر يعني. بصير في طبعا رح تكبر، وهذا اللي انا قلت له اياه. تمام. هو عم بيقول لي لا وانا عم بقول له لا ان شاء الله لا، ويه ما احنا مش هيك بدنا، بس انا بدي احط كل الفرضيات، مجبور اني احط كل الفرض. هلا انا بقول لك عم بقول انا في حال شو بده يصير ساعتها، بده يصير الانفجار الكبير، انه معناتها شو بيعود ساعتها نقول لحزب الله او للحوثيين او للعراقيين او للسوريين، انه انتم كنتوا ببلشتوا عم بتدافعوا عن غزه، راحت غزه ما راح يخلوها تروح غزه، هذا اللي، وغزه صامده من وراء مسانده هالقوى اللي انا قلت لك عنهم. هلا في حال خسرت غزه خسروا البقيه كلهم. تمام. وانا اللي مخوفني هل انه راح يقبلوا، مش الاسرائيليه، رح يقبلوا الدول الداعمة لإسرائيل إنه تخسر إسرائيل؟ وإذا خسرت إسرائيل بالحرب شو الارتدادات تبع الخسارة باتجاههم هن؟ يعني شو بتخسر أمريكا إذا خسرت إسرائيل؟ شو بتخسر الدول الأوروبية اللي أيدوا إسرائيل بالبداية إذا خسرت إسرائيل؟ هاي بدك تشوفيها. بس هيدا الكلام أول الحرب يمكن نسمعه، هلأ شو حققت إسرائيل؟ وشو عم بيشوفوا الاوروبيين من هالانجازات؟ هلا حققت اسرائيل ايه؟ برهنت باول الحرب الظرف شيء وهلا شيء انا برهن لي العسكري، انا كعسكري عم بحكي، برهن لي العسكري الاسرائيلي انه هو قاتل وليس مقاتل. تمام. يعني معقول اللي عم بيصير بغزه؟ طيب ما حرك ضمائر الناس؟ ما حرك لك شو بدي لك؟ يعني انا اذا حقيقه غزه عدو لي، مثل ما عم شوف اسرائيل شو عم تعمل وانا حليف اسرائيل، مرحبا رح صير انا عدو اسرائيل، لانه الشيء اللي عملته مع هالاطفال ومع هالنسوان، ضربت المستشفيات ولك ضربت الصليب الاحمر، امبارح لو بتشوفي هالبنت اللي بقيت 5-6 ايام بالسياره وتبكي وتصرخ قتلوها، لك انتم شو خايفين؟ يعني فاذا هن عم بيقوموا بعمليه اباده للشعب الفلسطيني بغزه. نعم. اباده. اللي معجبني انا واللي انا بطلبه من الفلسطينيين انه خلونا نشعر انه في تضامن فلسطيني، طيب بس انه بس غزه هي المعنيه بالموضوع واسرائيل مثل ما بدها عم تعمل بالضفه الغربيه،
معقول ناطرين انه وقفت عنا اليوم هيدا موضوع يمكن كان انا هيدا لازم يتعلموا لازم يتعلموا اليوم الفلسطينيين انه يكونوا كلمه وحده. اذا ما كانوا كلمه وحده اسرائيل رح تضل تعتدي عليهم وما رح يوصلوا لنتيجه. نعم. بدي ارجع لجنوب لبنان ل 17/01 استاذ ناصر وعن المعلومات، قديش حزب الله مستعد للتفاوض بالشكل المعنوي ولا بغير المعنوي، اكان قوه رضوان او غير قوه رضوان، واذا سمعتوا انه في تفاوض على النقاط العالقه اللبنانيه المتبقيه وحتى وصولا لمزارع شبعه. وبدي اربط هذا الحديث بالحديث عن تفعيل مساله حل الدولتين، اذا كان هذا الوقت اصلا نحن وصلنا له على خواتيم حرب معينه. بليز بدي شوي دقق بال 17/01 لانه بدايه الحرب حتى ما نستهلك اوكي بدايه الحرب حزب الله كان حتى يعني بالاوساط يقول انه نحن 17/01 مثل ما هو نحن ما بنتراجع عنه على اساس وكانه يشبه الهزيمه للبنان. لا اليوم شو عم بيصير بمساله التفاوض مع الحزب؟ خليني اقول لك 17/01 اصلا مش مطبق لا من الطرف اللبناني ولا من الطرف الاسرائيلي. من الطرف اللبناني يعني ان لا يكون هناك سلاح في الجنوب الا سلاح الجيش اللبناني. لا حزب الله مش هيك. لا 17/01 ضدنا كان بس سكتنا نحن يا مع الوزير شو قلت انا لا أنا مش بس هذا في تطبيق ال 15/59 مش انسحاب مش انسحاب يا مع الوزير يعني بدك تطبق ال 15/59 لا هو بناء على مش انه يعني في فرق بين الامرين. الكل بيذكر بالقرار 425 وهو اذا بتاخذهم بمندرجات القرارات التي تصدر حول لبنان كل القرارات اللي حول لبنان بيرجعوا بعيدوا من ال 425 وجاي، لكن نصوص القرار فيها نص واضح يعني اللي هي انه القوى الشرعيه المسلحه يعني الدوله اللبنانيه هوكستاين والامريكيين بالزيارات بالرسائل ما حدا بده 17/01 شو بدهم من اللبنانيين ال 17/01 هو الاطار اللي عم بيتم البحث بقلبه عن صيغه امنيه لما بعد حرب غزه، لكن ما له علاقه بتطبيق ال 17/01 لانه مثل ما عم بقول ال 17/01 تطبيقه يعني لبنانيا ما يبقى حزب الله المسلح في الجنوب وتطبيقه اسرائيليا يعني وقف الانتهاكات في الاجواء والاراضي والمياه وسوى يعني عم بتقول حتى حزب الله ما طبق 17 لا ما طبقه مين قال لك طبقه؟ اوكي وما قال طبقه في فرق بين انتهاك ال 17/01 وعدم تطبيق ال 17/01 لانه كنا نحن نقول نحن مطبقين واسرائيل مش مطبقه هي كنا النقطة نقول انه حزب الله مطبق واسرائيل كنا اللي عم تعتدي طولي بالك كنا قبل نقول الحرب. ايه كنا أيه. نقول التالي حزب الله مسلح لكن هذا السلاح ليس ظاهرا يعني هذا تفسير لل 17/01 انه ما في امكانيه للحديث عن وجود مسلح طالما انه غير مرئي لكن بالواقع الحال في سلاح موجود وسلاح ثقيل وسلاح نوعي. هلا بدنا نوصل لتسويه معينه ما بعد الحرب من شان شو؟ يعني من الذي يريد التسويه؟ لبنان ما عنده طلب تسويه، لبنان ما عم بيقول بدي شيء، حزب الله ما بده شيء. اللي عم بيقول بدي هو الاسرائيلي. عم بيقول انا لا استطيع ان اعيد مستوطني الشمال دون ترتيب ما عبر الحدود مع لبنان يطمئن المستوطنين بأن خطر قوة الرضوان لم يعد قائما. عم بستعمل حرفيا اللي نقل. أنا بس اللي بدي أوصل له رح نوصل لقرار معدل من الأمم المتحدة. لا 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 يعني لا 17/01 حنقدمه للبنانيين وثيقة جديدة مثل ما هو مثل ما هو مثل ما هو أنه تطبيق بنود لم تطبق سابقا من 17/01. نحن لنترجم نحن اللي وقفت بال 17/01 وقت يوم التطبيق ب 14 آب هو الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار مشروط بمجموعة خطوات لم تنفذ منها مثلا كلف الأمين العام أنه خلال مدة 3 شهور يضع تقرير حول فض النزاع في المناطق المتنازع عليها وخصوصا مزارع شبعة بالاسم. إجا بانكيمون لأنه كوفي أنان خلصوا فل بآخر 2006 إجا الأمين العام للأمم المتحدة بآذار 2007 على لبنان وعمل تصور ووافقت الحكومة اللبنانية على هذا التصور اللي هو انسحاب إسرائيل من مزارع شبعة وتسليمها لليونيفيل إلى أن يتم تطبيق القرار 242. المقاومة لم تمانع راع على إسرائيل رفضوا الإسرائيليين ونام الموضوع. هلأ إجا هوكشتاين
ما التزم بموضوع مزارع شبعة، لكن سمع أنه فينا ممكن نفكر بموضوع اليونيفيل بمزارع شبعة، لكن قدم عرض بالباقي أنه نحن نضمن انسحاب إسرائيلي من الغجر ومن النقاط المختلف عليها بالبيوان. عمل يعني أنه بنلاقي حل لموضوع البيوان يرضي لبنان اللي هي رأس الناقورة. فإذا عند حزب الله في معطيات عم بتقول أنه في عروض أمريكية وفرنسية، لكن بشكل أساسي أمريكية، بإمكانية استعادة لبنان لجزء من الأراضي أو لأغلب الأراضي التي كان يطالب بها وترفض إسرائيل الالتزام بها. شو هي بها؟ هالأراضي؟ اللي هي 13 نقطة، اللي هي 13 نقطة على الخط الحدودي لبنان بيعتبرها إله وإسرائيل قاعدة فيها، ومنها برأس الناقورة نقطة البيوان، منها الجزء اللبناني من بلدة الغجر أو خراج بلدة الماري كما هو يعني قانونيا، ومنها مزارع شبعة وتلال كفرشوبة. نحكي عن مزارع شبعة طبعا، وصلنا لمزارع شبعة، ولكن عليك. إذا ما وصل وقف إطلاق النار في غزة إلى اللحظة اللي بده يجي الإسرائيلي فيها يقول مجددا نحن بدنا نلاقي حل على الجبهة الجنوبية، هذا الموضوع ما رح يكون مطروح. هذا يعني لبنان ما عنده أداء، حزب الله مش ناوي يفتح معركة حتى يحرر الأراضي الآن، هو معركته كانت من أجل غزة بشكل أساسي، وإذا ترتبت عليها عائدات إلى علاقة بالقلق اللي سببه بموضوع المستوطنين فهو جاهز لاستثماره من أجل الحقوق الوطنية اللبنانية. ما عليك، شو عم تجي تعمل الوفود الدولية في لبنان وشو طرح هاوكشتاين؟ طبعا من معلوماتك من وجهتك وهيدا النقاط الحدودية اللبنانية نحن اليوم رح نبت فيها بهيدا الظروف. أنا قلت لك في 1701 رح يبقى، ما حدا رح يغيره. أوكي. بس في له ملحق، وهالملحق هيدا هون الملحق رح يكون مقابل إنجاز وطني كبير للمقاومة. شو هو الملحق؟ أول شيء بدهم يتفاوضوا، ما كنا نحكي بالأول أنه إسرائيل خلاص قالت إسرائيل قولوا لنا أنه مزارع شبعة وكفرشوبة والماري هودي أراضي سورية ولا لبنانية، هلأ صار معترفين ضمناً كلهم اللي عم يجوا أنه خيها هي أراضي لبنانية، وسوريا اعترفت، ويومتها رئيس الحكومة بعت كتاب، سوري بعت كتاب للأمم المتحدة. بالأول كانوا مطنشين، هلأ صارت القصة واعي. الشغلة الثانية هو الحدود، اليوم بدهم يلتزموا الحدود اللي رسمت بخط الهدنة سنة 49. والشغلة الثالثة والأهم يلي ما حدا عم يذكرها ويلي بده يمشي فيها حزب الله بالتحديد، هو نحن لما نمشي بالترسيم البحري حزب الله قال له للدولة اللبنانية ماشي الحال، بس مش إنه ماشي الحال، كانوا متفاهمين، بس إنه شاله عن ظهره حتى بالدولة اللبنانية، وخسرنا اللي خسرناه نحن عن جد. نحن الخط 29 هو ضمن نحن. طيب هلا معقول إسرائيل فيها غاز وقبرص فيها غاز وسوريا فيها غاز ولبنان ما في غاز؟ بدك تسأل الشركات. هوني حزب الله راح بهيدي بتنزل بالملحق انه انتم ضحكتوا علينا وقلتوا لنا اوكي وقعوا هالاتفاقيه وخذوا خيقانا وبحشوا فيها وبحشنا فيها لقانا وخليتونا نبحش بير واحد، والتوتال بتعرفي التوتال انه بالنهايه فرنساوية وفرنساوية المصالح يعني. مش بس فرنساوية، هني صحيح أسهم الكبيرة فرنساوية، بس في أسهم كبيرة للأمريكان بتوتال. بقى أنه بس أنتوا خليتونا نبحث وقلتوا ما في غاز، لا نحن ما رح نقبل، رح بالملحق رح نحط أنه لا نحن يمكن هودي الثلاثة الكونسورتيوم اللي نحن حكينا عنه هني يرجعوا يبحثوا بالتسعة وبالثمانية والعشرة، ونحن حرين نجيب يمكن إيران، نجيب الصين. هيدا كله بده يشمل طبعا طبعا طبعا، لأنه نحن بدنا يعني غاز، يعني بدهم يضمنوا حق لبنان للتنقيب في هذه الوثيقة. ضمنا الحكومة اللبنانية ومقدمة حزب الله يتحملون المسؤولية أنه إسرائيل عم بتشيل غاز، إسرائيل عم بتشيل غاز من كريش، ونحن بحشنا بير واحد وما لقينا. بس إسرائيل بتقبل توسع المطالب والشروط طبعا طبعا، من موضوع لموضوع. هيدا هيدي الفرصة، وغير نحن فوتنا فرصة، عن جد فوتنا فرصة. رحنا وقعنا الاتفاق والاتفاق ترسيم البحري، لازم كنا مع الترسيم البحري اللي هني كانوا بحاجة لها، بدون غاز على أوروبا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية. نحن لازم كنا مش بس نحط الشروط البرية اللي هلا بدنا نحطها، تنسحبوا من الضيع المحتلة ونرسم الحدود وينسحبوا من البيوان. وأنا أكيد كان بوقت قد ما كانوا محشورين
ومحرجين. وكنت كنت تشوفي أموس هوكشتاين كيف كان يجي على لبنان بالجمعة مرة ومرتين. هلا ليش ما رجع كرر الزيارة؟ وبنفس الوقت شو كانت مطالبه الأخيرة؟ يعني وين علق مع اللبنانيين أو مع الوسطاء اللي عم بيوصلوا لحزب الله؟ علق إنه هو هن والفرنسوية حاطين إنه حزب الله يا خي طيب ما تنسحب مثل 1701 ترجع، بعتنا بعت شي 7 أو 8 كيلومتر لورا وبيمشي الحال، حزب الله مش رح يقبل. حاولوا هذه وانحكت مع الرئيس بري ما قبل بهذا الموضوع، قال لهم الرئيس بري بدنا نطبق 1701، يعني عرفنا نحن نقطة الضعف تبعهم وين هي، بدنا نطبق 1701. بس عم بيشيعوا انه حزب الله قبلين بارتحال 7 كيلومتر قوة رضوان والقوى الخاصة اللي عنده. هلا بني اوكي ايه مش مسكر الجنوب. باب التفاوض. طيب هو اهل الجنوب موجودين بكل هالضياع، اوكي بياخذوا منهم هالبندقية وبيحطوها على جنب، هي انتهت. طيب بعدين انا بدي اسال اسرائيل، انت بس همك ترجع المواطنين على المستوطنات تبعك؟ طيب ما نحن عندنا فوق ال 100,000 نازح لبناني كمان، بيوتهم مهدمه وبيوتهم مثل ما الولايات المتحده الامريكيه وامريكا حاول بكره هن بدهم يعمروا لنا، هذا كمان شرط من الشروط اللي بدهم ينحط، انه انتم كمان مثل ما بدكم تساعدوا اسرائيل وتدفعوا لها مصاري حتى المنازل اللي تهدمت مع حزب الله بدكم تساعدونا، وهي من الشروط اللي بتنحط بالمرحله. بدهم ينحط انه طبعا طبعا مين بده يعمرنا؟ اعاده اعمار الجنوب يعني عندنا فوق عندنا فوق المليار دولار اليوم، يعني فوق ايه بس فوق مين بده يعمر الجنوب؟ شو الفكره انه بالبنود الاتفاق النهائي بده مساعده لبنان في اعاده اعمار ما بقى الجنوب؟ نغلط غلط ما بقى نغلط الغلطه اللي غلطناها بالترسيم البحري إيه؟ كان فينا نحصل اشياء كثيره وضحكوا علينا وما خلونا نشيل غاز. أنا ما بدي شيل بغاز بعد 7 سنين إن شاء الله يكون هيك، إنه رح يوصل بكار هالقد وبكرة بتشوفي. أستاذ ناصر، وقت اللي عم تحكي عن البت بالنقاط العالقة وصولا لمزارع شبعة، يعني عم تحكي بالبت يعني 1701 رح يبت بمصير الوجود وجود السلاح بالآخر؟ لا يعني أنت خلصت الملف هلا بحال الإسرائيلي تذاكى وهي فرصة تاريخية وقدم للبنان حقوقه. ولا مرة انت وضعت مسألة السلاح نقلت من مطرح لمطرح. ولا مرة كان سلاح المقاومة منذ التحرير عام 2000 مربوط بمهمة تحرير ما باقي من الأرض المحتلة أكثر مما هو مربوط بالدفاع عن لبنان بوجه الخطر الإسرائيلي. هاي المقاومة هاي بنظر حزب الله، لا 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 مش بنظر الشرعية اللبنانية، لا لا لا، هاي المقاومة أسسها شخص اسمه الإمام السيد موسى الصدر، ما كان في أرض محتلة للبنان، وكانت مهمة المقاومة كما أسسها الإمام السيد موسى الصدر هي حماية الجنوب من الاعتداءات الإسرائيلية، لأن لبنان الجيش اللبناني ممنوع من أن يمتلك الأسلحة التي تتكفل بردع هذه القدرة الخارقة التي وضعها الغرب بيد إسرائيل، وبالتالي كان السبيل الوحيد لحماية الجنوب من الاعتداءات هو أن يتسلح الجنوبيون وأن يبنوا مقاومتهم المنظمة والمدربة والقادرة على مواجهة خطر الاعتداء. هيك تأسست المقاومة. هلأ إجا اجتياح 78، عم نحكي شوفي أيمتى المقاومة. بس في مين بيقول قرارات الدولية بتقدر تجيب لك شرعية معينة و مبدأ مواجهة اللبناني بموقف محرج هالمرة؟ مبدأ مواجهة حتى بالهدنة، خليني قبل ما أقول مبدأ المواجهة، باتفاقية الهدنة إذا بنرجع بنقراها تنص اتفاقية الهدنة في 49 على القوات النظامية وقوات غير نظامية. كان في عنا لواء الفدائيين اللي كان يقوده الأمير مجيد أرسلان يعني بلبنان، وعلى الضفة الأخرى كان في الجيش الإسرائيلي وكان في عصابات الهجانا والشتيرن وسواها. عنا كان في بنى غير نظامية إلى جانب الجيش اللبناني، مش صحيح أنه هذه بدعة جديدة يعني. وبالتالي المقاومة التي أنشئت عام 74 وأسسها الإمام الصدر هي جوهر المقاومة التي قاتلت عام 82 للتحرير وبقيت حتى التحرير. ثم بعد التحرير عادت لمهمتها الأصلية اللي هي شو؟ هي أبناء القرى المسلحين المنظمين المدربين الذين يتمكنون من مواجهة خطر الاعتداء الإسرائيلي، هذا لا تنازل عنه. إلا لما بيشوفوا المواطنين بالجنوب طيران الجيش اللبناني مثل الطيران الإسرائيلي، وبيشوفوا وسائل دفاع جوي لبنانيه مثل الباتريوت، وبشوفوا عن جد عم بحكي انه عندها انا ابن جنوب وانت بنت جنوب بس انت مش واعيه هذيك المرحله، انا رح اخبرك عنها. نعم. كان ضيعه مثل عيترون مثلا اللي هلا في منها عشرات الشهداء نزلوا في هذه المواجهه، ليش؟
عيترون كان الإسرائيلي يفوت على مدخل عيترون من جهة بنت جبال، يعني كلها تصير جواته، يحط حاجز ساعة 6 عشية ما حدا في يفوت ويظهر من عيترون. كان الخيام مخفر الدرك بالخيام بفوتوا عليه اثنين من الإسرائيليين، بلموا البواريد بحطوهم بخزانة بيسكروا عليها بيجيبوا العسكر بحطوهم بالحمام. استاذ ناصر يعني الإجرام والإرهاب الإسرائيلي لا مش لا في ناس عم تقول نعرف ولا ما بنعرف نتذكر ولا ما نتذكر. في ناس بلبنان في ناس بلبنان معلش في ناس بلبنان عم بتقول ما صار في اعتداء إسرائيلي على لبنان إلا بس صار في سلاح عند المقاومة. نعم عم نرجع نذكر معلش هذا يجب أن يتذكره الذين ينكرون الحقائق. كان الجنوب كان يطفي أضويته الساعة 7 عشية، ممنوع ضيعة تكون مضوية، كنا نقعد على السطح نحن ونتفرج على كيف المنارة ومسكف عام مضوي مقابلنا ونحن ممنوع نضوي. لأنه بوقت الغيات طبعاً احتلال واجتياح، بقول لك اليوم بدون هيك أبداً تجتاح اليوم الغطرسة لا تحتاج إلى أهداف، الشعور بالتعالي، مين هن هول البجم اللي حد مننا؟ هيا ما سمعنا لوزير خارج دفاعهم، شو قال عن غزة؟ حيوانات بشرية هكذا ينظرون لنا. هلا نحن كانوا يروننا بجما وجويم وحيوانات بشرية وهم أسياد المنطقة بمن يجروا الإسرائيلي وبيحكم فيها كان على مدينة صور إذا أراد. نعم إجت المقاومة وقالت هذا الزمن انتهى، قالوا أهل الجنوب لن يسمح بأن يعود. أوكي معاليك رح نوصل بال 17-01 لهذه النقطة، رح نوصل لاتفاق نهائي ناخد حقوقنا ناخد أراضينا وحتى مزارع شبعة ونفتح مسألة السلاح بالآخر بجد. ما مفتوحة. أوكي أنا عم بحكي أنه بحال أخذ لبنان حقوقه في جزء من اللبنانيين رح يبلش يقول ما هي من هلأ في جزء عم بيقول هيدا لوقتها بس هلأ في جزء عم بيقول يا مدام روزانا هلأ في جزء من اللبنانيين قبل التحرير بال2000 وبعد التحرير وقبل 2006 واضح وبعد 2006 السؤال هو الجزء المعني بتسليم السلاح جاهز يناقش تسليم السلاح اذا تحررت الاراضي. انا ما بدي وسع الموضوع بس في لبنانيين كانوا يبعثوا تقارير انه هذه احد النقاط المحرجه لحزب الله سلموه للبنان اراضيه وبتطرحوا سحب السلاح. انا من هون عم بطرح الموضوع حضرتك عارف الجهات التي كانت تطرح هذا الامر عند الامريكيين هيدا ما عم تساليني انت عم تخبريني عم علق معاليك حنوصل لهيدا المطرح ونحن بال 17-01 رح ناخذ اراضينا نحن هلا بهالفرصه التاريخيه. انا هيدي الفرصه الوحيده واليوم نحن مفروض نستغلها لانه اسرائيل اليوم بمأزق. ما تنسي اقتصاد اسرائيل ووضع اسرائيل الوضع الحكومي الوضع السياسي المظاهرات اللي عم بتصير يوميه امبارح شفناهم. يعني اليوم نحن لازم نستغل الظرف ونحصل من اسرائيل قد ما فينا، هلا بالنهايه قد ما فينا، بالنهايه صحيح نحن نحلم باشياء كثيره بس القرار بالنهايه مش لنا 100% بس في عنا قرار. انا بدي اتطرق لشغله، انا بدي اقرا لك كتبتها انا ولفتت لي نظري انه نعم. الحكومه حطت قلت لك من 7 نقاط، في نقطه اهمها انتشار قوات الامم المتحده وبعدين لا يكون بالمنطقه الا سلاح الجيش ولا اي سلاح اخر دون موافقه الحكومه. طيب اوكي هلا ليش بدنا نصرخ ونتقتل بكل بيانات الوزاريه عم تنزل المقاومه وانه اعترفوا فيها ومقاومة. حتى بحلفان اليمين وقت كنا ننتخب رئيس جمهوريه قال يحق للبنانيين المقاومه، يعني من معناتها المقاومه مش معناتها الجيش، يعني الشعب اللبناني. أنا لك طلعت بشغلة كتير مهمة، بدل ما نقول الجيش والشعب والمقاومة حتى نرضي الكل، منقول الجيش والشعب المقاوم. شو هالمشكلة؟ والشعب المقاوم. يلا اقترحها. لأنه بدي أقول لك شغلة، لأنه إذا بدي أقول الجيش والشعب والمقاومة، يعني الجيش غير الشعب والشعب غير المقاومة. بس لا الشعب مش كله بده يكون الشعب المقاوم. بلا، نحن بال 2006 كلنا شاركنا بالحرب. هو على كل حال بالبيانات الأخيرة الحكومية مع الوزير ما انذكرت الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ذكر حق الشعب اللبناني في مقاومة. فإذا مش هيك أنا أقول نرضي ما في مشكلة يعني لكل اللبنانيين نقول الجيش والشعب المقاوم. خي ليش الجيش والشعب والمقاومة عم تخلق حساسية إنه بس المقاومة لوحدها هي مستقلة؟ لا، المقاومة مع الشعوب مع اللبنانيين المقاومين والجيش كمان لوحده. لكن انا بدي اقول لك الموضوع اليوم نحن
عن جد بمأزق كلنا، مش بس لبنان، كل الدول، الدول العربية بمأزق، الإسرائيلية بمأزق، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الكل يلي، والعراق وسوريا كليتنا بمأزق. لكن رح يبقى الوضع بالجنوب هيك كما هو حتى انتهاء الحرب، رح نبقى هيك هلا، مرة بتوقف، مرة بتزيد، مرة بتنقص. أنا بتقديري نحن ناطرين الضوء الأخضر، الضوء الأخضر لحتى يصير في تسوية شاملة وكاملة، مش بس بلبنان، بكل المنطقة، بسوريا، بالعراق، بلبنان. أنا اليوم كنت عم بسمع، يا ريت هلا ببعث لك، أحد الأمريكيين كان عم يحكي نقلا عن كاتب أمريكي بعتقد توفى، وحكي وقبطني كيف حكي من 30 سنة، هذا اللي مات، الصحافي اللي مات، أو 40 سنة، عن تقسيم الدول العربية، يعني سوريا، العراق، يعني تصوري العراق ثلاث دول، هدف هو من 2000، من قبل 2010 تقسيم سوريا، لأنه اللي صار بسوريا مش تغيير النظام، لو بدنا نغير النظام ما كنا دمرنا سوريا، بدك تغير النظام بتخلي البيوت موجودة، بتخلي الجيش موجود، مش هيك بيتغير النظام. وبلبنان نفس الشيء، بس نحن أقل كلفة من غيرنا. بقى ما بعرف عن جد، هذا اللي مخوفني أنا اليوم، صار يعني بالنهاية وقت اللي بتشوفي، لأنه نحن مش متضمنين مع بعضنا، أنه تتصوري بإسرائيل. إيه بس اللي عم يلفت بكلمك أنه في مين بيعتبر بمحور معين، نحن صرنا على آخر، لأنت عم بتردنا على الأول، أنه المشاريع بعدها لا تزال موجودة وبدها تطبخ بجديد. أنا ولا مرة غلطت بشرفي، ولا مرة غلطت إن شاء الله. يمكن بدي لك، بس وين اللي بيقهرك؟ انه باسرائيل مختلفين سياسيا بس متضامنين بالحرب، بالسياسه نعم، نحن بالحرب مختلفين، لازم نتضامن كلياتنا. وبس تنتهي الحرب ساعتها منحاسب حزب الله، منحاسب الحكومه، منحاسب الدوله، منحاسب يا خيي. بس هلا نحن كلياتنا بخطر، انه هلا تقولي لي انه اسرائيل راح تقول هيدا البيت، هذا البيت ما بدي اياه، بدي اقصف، رح تقصف عنبو جنب مثل ما قصفت بغزه وعنبو جنب. قبل ما اختم هذا المحور معاليك، بدي اسال عن الاغتيالات المتنقله الموجوده ضمن ال 1701. انا قلت عندك هون، ايه انا قلت عندك هون من 5 اشهر، نعم، قلت له انا اسرائيل اليوم وقت اللي بلشت، قلت له انا اسرائيل ما رح تقدر تبتز حزب الله، حزب الله عم يعني مش بس بروجراماتي، يعني بدي اقول لك عجيب، انا بعرف وانا بعرفهم جيدا، كل شغله حتى بالحكومه، حتى بمجلس النواب، حتى بتعليقات، عم بتشوفي بيطلع شيء واحد بحزب الله على بيطلع بالاعلام، يا ريت نحن ما بخبرك، هيدا من ضمن، يا ريت لناخذ الراي، الراي الاخر، هيدا من ضمن الدراسات، يعني في شخص بيحكي بحزب الله، مش مثل بقيه الاحزاب كل ما واحد طلع على باله بيحكي وبيقول بيحكي اللي بده اياه. أنا اللي عم بقوله إنه اليوم نحن على مفرق صعب، ما حدا يستلشئ، بس اللي أنا طمني إنه حزب الله واعي لهالموضوع، وواعي إنه كمان الضرر الكبير رح يجي على البيئة الشيعية قبل البيئة المسيحية وقبل البيئة الدرزية والسنية. من جهة شو هذا الوقت؟ إذا لا سمح الله إسرائيل قصفت وضربت، مشان هيك ما عم بيطورها، عم بيأذوه لحزب الله وساكت. قصدك عم يبتزوه لحزب الله ببيئته؟ صحيح، يعني قولوا انه إيه طبعا عم يبتزوه. اللي مخوفني انا انه امبارح عملوا تجربه بالضاحيه، انه اغتالوا، وانا قلت عنكم انه خايف من الاغتيالات، نعم، انه طيب اوكي عم نضرب لك، امبارح ضربنا بعبره بجبره بشو اسمها بجدره وبالضاحيه العروري وقابل بالنبطيه وحزب الله وبالضاحيه وحزب الله ما تحرك. طب انت ليش ما عم تتحرك؟ يعني اسرائيل عم طيب، فاذا اوكي رح بكره يمكن نغتال واحد من اللي بخصوك، ونحن بنقول خي ما لنا علاقه، نحن بتبرى، عم بيبتزوا بشكل او باخر. انا بقول لك انه ما حيصير في حرب بلبنان، لانه حزب الله جامد وقد ما اسرائيل بتتصور. فينا نختلف مع معالي؟ ايه طبعا، ما هو مختلفين من الاول. لا انا نحن بدنا تتفقوا، بدنا نشوف وجهات نظر يعني اللبنانيين. السؤال هو ليش الاسرائيلي ما عم يستهدف بالقصف؟ اول شيء رد على سؤاله، ليش حزب الله ما عم برد؟ ما عم بلش على اسرائيل، ما عم رد. ليش اسرائيل ما قصفت بالضاحيه مواقع قياديه لحزب الله؟
ليش المستودعات اللي عندك كان يعني يفرجينا اياهم على الصور نتنياهو بالامم المتحده غلط هذا غلط. مخزن الصواريخ وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا غيرهم عنده بنك اهداف ليش ما عم تطبقوا ما عنده لو عنده ضربه لا لا انا اتحدى اسرائيل 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 اعجز من ان تخوض منازله صاروخيه مع حزب الله كل الوساطه اللي عم نشوفها خلفيتها أن إسرائيل يعني تناور بالحرب الضحية. ولا تريدها الضحية هي الحدود طيب تهدد بالحرب لا 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 حتى قصف ليش عم تنقصف القرى لا. مثل ما انقصفت ب 2006 حزب الله خارج الحدود معلش وحدة وحدة عم تنقصف النبطية مثل ما انقصفت ب 2006 وما دمرت حيفا مقابلة طب دمرنا حيفا ودمروا لبنان مين بيعمر لبنان السؤال معلش يا معالي الوزير يا شيخ خلينا نكون عاقلين شوي روح انت شوي يا معالي الوزير هذا توازن الرعب بالحروب نجح لبنان بدلا من ان يكون غزة تتصرف اسرائيل فيه كما تشاء وتتصرف بالناس وبالمدنيين عم بحكي وبالأطفال وبالنساء وبالبيوت والمستشفيات بسبب هالتوازن الرعب اللي عملته المقاومة عم تعمل إسرائيل ألف حساب وين عم تروح تضرب عم تضرب حيث تعرف أن رد حزب الله لن يكون تصعيدا ناريا على العمق إنه رد حزب الله إيه تضرب له عسكري مسؤول برد حزب الله بيقصف له قاعدة إلكترونية متقدمة بيعرف هي شو بيوجعها مثل ما هي بتعرفوا شو بيوجعه لكن توازن الرعب هو اللي مانع نموذج غزة يتعمم على لبنان فبالتالي هذا أحد الأسباب اللي بيخلي نقاش السلاح ممنوع بعد نهاية الحرب لأنه بعد اللي صار بغزة في عائل بيجي بيقول أنه نحن بيحمينا القانون الدولي اللي ما حما أستاذ ناصر بس ما في حدود والله في حدود عند الاستهدافات الإسرائيلية يعني هي بتغتال مسؤولين لحزب الله لحدود النبطية قدام شوي ولا بتوصل على الضاحي ولا ممكن توصل على شمال لبنان بحال عندها هدف هيدا سؤال مخوف الناس هذا الحساب أنا رح أقولك أنا رح أقولك هلأ الطرقات صرنا مش عارفين وبدنا نمشي أنا رح أقولك الإسرائيلي بما يتعلق بحزب الله حدود الجنوب بما يتعلق بالمنظمات الفلسطينية ما أوكي. عنده حدود أوكي. بيعتبر هاي جزء من حرب غزة وبالتالي كل حدود من حدود الجنوب يعني لحدود صيدا لحدود نبطي حدود شو الجنوب حدود إذا في شيء اسمه الليطاني وأبعد من الليطاني شو هو الجنوب حدود الجنوب مبدئيا عم نحكي على الليطاني يعني. مبدئيا عم نحكي على الليطاني ايه. لكن حدود الجنوب توصل أبعد توصل للزهراني يا أطراف صيدا أوكي. بحدود الجنوب وهي إلى تبعات يعني إذا طلع على الأعمى يعني إذا راح على الزهراني راح على أطراف صيدا بيعرف أنه تبعاتها هي عمق إسرائيلي موازي أوكي. يعني اللي بيروح على 30 والأربعين كيلو من الحدود لأنه هاي معناتها إذا وصلت على الزهراني عم توصل 30 كيلومتر بس استهداف المنظمات الغير يعني غير حزب الله على كافة الأرض اللبنانية هي وزيته الخطر يا أستاذ لا عم بحكي بقواعد الاشتباك على شو عم نحكي عم نحكي عن حرب أوكي. مش عم نحكي عن شمة هواء عم نحكي نحن في حالة حرب وفي حالة الحرب هذا الإسرائيلي عم يعتبر أنه مواجهته مع المنظمات الفلسطينية وهي عليها أن تأخذ حذرها وأن تنتبه بأنها مستهدفة وهي بحالة حرب مفتوحة وحزب الله ماخذ حذره بالمناطق اللي بيعتبر بأنه هو معرض فيها للاستهداف وديك اليوم فاجأوه بالنبطية بالتالي هاي كلها أنا بعتبرها قواعد اشتباك ليه؟ لأنه رأيي المؤلم والمؤذي والذي يرفع سقف الاستهداف هو المدنيين مش الكوادر المقاتلة المهيئة نفسيا لأنها مستعدة أن تستشهد بدي أفتم هذا المحور أستاذ بس النقطة اللي قال أنه ليه حزب الله ما عم يرد منهم معتبرين أنه الرد على السكنات العسكرية هو رد حزب الله مش معتبر لا هيدي وجهة الإسرائيلي مش معتبر لا في ناس بتقول هيدا ما بيعمل حرب شاملة لأنه ما بيعمل حرب شاملة الضربات اليومية المنطقة أنه هو بنقي أهداف يعني يوم اغتيال الشيخ صالح العروري بيعتبر حزب الله ضرب قاعدة ميرون هو هدف بالنسبة له في إعادة إسرائيل 3-4 سنين لورا ما فيها ترجع تعمره قبل 3-4 سنين مثل ما كان بعادل أو جزء من الرد والانتقام لعملية الاغتيال الذهاب للحرب الكبرى لا الإسرائيلي بده إياه ولا حزب الله بده إياه والكلام مش مخبى نعم اختمه طب أنا بدي سؤال بس لأستاذ ناصر سريعا طبعا سريعا لا سمح الله انسلقت الامور ضربنا اسرائيل ودمرنا اسرائيل مين قال بدنا نضرب وندمر خي عبول اكزامبل ابعطي مثل مش ليش كل هالتفادي لكان مش لما نوصل لها خي بركي ما حدا بيعرف انا ما لا اطمئن لاسرائيل
عم بحكيك جد. لا هني قصفوا بيروت مثلا. اوكي قصفوا بيروت. بلشوا هني قصدك. صحيح مش نحن. اذا بلشوا هني ايه شو هو السؤال؟ كفي السؤال. دمرنا حيفا ويافا وتل ابيب واللي بدك اياهم، ودمروا بيروت ووصلوا لعكار مثل بال 2006. مين بده يعمر لبنان؟ اللي عمروا قبل. مين عمروا بال 2006؟ ما قطر مش رح تعمرك، السعودية مش رح تعمرك. ما عمرونا قطر والسعودية، اعطونا 20%. ايران هلا بدها تعمر يعني. الله يساعد ايران. امبارح حزب الله المنتصر في الحرب يا معالي الوزير. خليني كفي لك، اول وقف اطلاق نار من 3 اشهر طلبوا من رئيس الحكومة انه نعمر هالكم بيت اللي تهدموا، وقدم 10 مليون دولار كرمال معنويات الحكومة. مش كده ما بي وطنيتها ومسؤولياتها. خلينا انا وياك نقول. انا عم بحكي انا وياك. سؤال، ايران رح تعمر؟ طبعا طبعا. هلا غزه اصلا ايران مستعده تعمر، يتفضلوا يتحملوا المسؤوليه. بس قطر والسعوديه والامارات هلا عاملين لجنه مشان اعاده اعمار غزه، لانه جزء من عمليه الاعمار هو سياسي. وانا بقول لك بكره ان شاء الله ما بيتدمر عنا حجر. انا مش عم اقول انه وحزب الله مش خوفه من الدمار يا معالي الوزير. ومين بيعمر الدمار؟ الارواح اغلى من الحجر. اخي طبعا هلا وقت اللي بنحكي بالدمار يعني دمار يعني دمار بشر وحجر. الحرب الكبرى في المنطقه تعني مليون ضحيه. انا قبل ما اجي مش كلمه بتتم اختمر قبل ما اجي لهون. هلا ناقشنا اوكي وحلو المناقشه. قبل ما انا معلومه انه رح يوصلوا لحل بوقف اطلاق النار قبل ما يجتاحوا حيفا. قصدك رفح؟ رفح ان شاء الله. يا ريت ان شاء الله. هلا هلا قبل ما يفوت لعندي انا كنت عم اقول لك انه الهدف من التهويل برفح هو عم نحكي عن اسابيع يعني هو الابتزاز التفاوضي فقط. نحكي عن اسابيع والتفاوض. طيب خلينا هلا شوي نروق. رح تبقوا معنا للمحور الثاني، محور لبناني محلي. رح نعمل خلاصه لتفهم مار مخايل. بريك ونعود. اهلا وسهلا من جديد. في شهر شباط 2006 ولد تفاهم استراتيجي بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وفي اواخر شباط 2024 اي الليله نتحدث عن تصدع كبير وصل لحد النعي اللفظي للتفاهم من قبل احد اركانه. اذا كان الحال او حال البلاد والتفاهمات وحتى الانتخابات اعتمدت بشكل كبير عليه واختلفت فيه تقاطعات الرئاسة، فإن البحث في مصيره واستشراف المرحلة المقبلة صار أولوية سياسية. في هذا القسم من الدبلوماسية نبحث في مصير التفاهم مع ضيوفنا ناصر قنديل ومروان شربل، طبعا من جانب أو من باب الأصدقاء أو الحلفاء للطرفين. ما بنسمي معالي حليف لحدا، ولكن أنا صديق مني حليف مراقبين وقادرين أنهم يوصلونا، يمكن يوصلونا شوي هيك من النقاط اللي بتسمعوا عنها خلافية بيناتهم. خليني بلش مع الثنائية الشيعية اللي أصلا زعج التيار الوطني الحر مع ناصر قنديل، ومع هذا التفاهم اللي خرق شيء كبير ما بدي أقول بالعالم يعني الإسلامي والعالم المسيحي، ولكن هذا أول تفاهم مني يعني استراتيجي. كل واحد بيعبر عن حاله. حزب الله وحركة أمل ما شاء الله كل واحد عنده يعني 20 نائب وشخصية. أنا بقول رأيي كصديق طبعا لحزب الله وأمل والتيار بنفس الوقت. هلا لو كنت انت هالقد يعني بعيد ما كنت استضفنيك لحتى نحكي بوضوح. لا من باب نحكي عن التيار ايضا. لا 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 عارف بامور واضحه. مش لا اذا باني انه انا بدي احكي بوجهه نظر حزب الله بوجه التيار بتكون مغلطه. مش بوجهه نظر بوجه التيار، ولكن انا واحد من اللي ساهموا بما تكتب وبما تعلق. واحد من اللي ساهموا في ولاده التفاهم اوكي، ومن اللي حاولوا خلال فتره التازم على طرفيه ان يقترحوا افكار لتطوير التفاهم وتجاوز الازمات، واللي بعدني عندي امل حتى اليوم انه التفاهم مش بس ما مات لن يموت. انا بقول في كلمه للرئيس شار الحلو الله يرحمه، بيسألوه عن الوضع بالبلد، فبيقول لهم لبنان أنا لا أخشى على لبنان، بهز ما بيوقع. بغض النظر إذا بموضوع لبنان كان يعني رأيه بمكانه أم لا، قد تختلف التقييمات، لكن رأي التفاهم هيك بهز ما بيوقع. ليش عم بقول هذا وضع التفاهم؟ لأنه رأي التفاهم لا يمكن أن يكون تحالف استراتيجي بين حزبين سياسيين إذا ما كان في برنامج سياسي متكامل. اللي بيقرأ نصوص بنود التفاهم
بيعرف انه من 2006 لليوم كان بيحتاج لاربع خمس مرات اعاده تطوير وتيويم مع المتغيرات. يعني هو معالج نقاط. راح اعطيك مثال مثلا على في فقره إلى علاقه بقوى الامن الداخلي بقلب التفاهم. نعم. اكيد هلا من يعني مش هالقضيه بس وقتها يبدو كانت قضيه كبيره. في انا رايي التفاهم اجى جاوب على فكرتين كبار بعدهم عايشين ويصعب الخروج منهم بالنسبه للطرفين، وهلا بقول شو هن، لكن حقق انجازات. انا بلوم الطرفين اللي ما احيوا هذه الانجازات، يعني ما احتفلوا فيها كانجازات بس بيحكوا على السلبيات. مثلا العلاقه اللبنانيه السوريه عمرها من تاريخ الاستقلال ولبنان، يعني حلم بشارة الخوري، حلم كمين شمعون، حلم رياض الصلح كان ان يرى سفارة سورية في لبنان. وسوريا مش عن عبث لم تكن تنشئ سفارة وعلاقات تبادل دبلوماسي مع لبنان. كان القوميون العرب في سوريا وفي غير سوريا يعتبرون أن بقاء هذا النوع الغامض من العلاقة بين الكيانين السوري واللبناني بيفتح مجال بركي بكرة اجت فرصة الوحدة بلا ما نكرس الكيانية بسفارتين بلبنان وبسوريا. إقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا بنسبة كبيرة منها مدينة للتفاهم. أصلاً اللي طلب من رئيس الأسد سأل سماحة السيد وأنا مسؤول عن كلامي أنه نحن فينا نفتح سفارة وفينا ما نفتح، هذا الأمر عائد لنا، نحن ما عاد عندنا مانع بالمبدأ من إقامة علاقات دبلوماسية كما كانت عليه الصورة في السابق، لكن ما عندنا أسباب وحوافز ودوافع لنعجل بالموضوع أو لنعتبره قضية. شو رأيكم أنتم؟ فكان حزب الله في تلك الفترة عم بحكي بدائرة التفاهم، وبالتفاهم في نص على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا، وكان التيار واحد من القوى اللي عم تتطلع نحو سوريا بصفتها إثبات لصحة قرار الانسحاب لما قرر الرئيس الأسد الانسحاب بشباط بعد اغتيال الرئيس الحريري. كان في نقاش داخل حزب البعث وبالقيادة السورية، وكان رأي الرئيس الأسد أنه نحن شئنا أم أبينا وجودنا بلبنان استقطب عداء وطنيين لبنانيين على طريقتهم، يعني بمعنى يؤمنون بالكيانية اللبنانية المستقلة. لا، في مسيحيين لبنانيين ضد سوريا هي بسوريا بسبب خياراتها الاستراتيجية. مش عم نحكي عن هول، عم نحكي اللي هن مستعدين يقبلوا من الركائز الأساسية اللي وصلنا لها تفاهم. تماما. فإذا التفاهم أنجز هذا. اثنين، أنجز إنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. الناس بتنسى أنه السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كان بكل أنحاء لبنان ومعه مجموعة من المسائل الأخرى، لكن الركيزتين الأهم اللي قام علينا التفاهم واللي ما بيتغير بعدهم عايشين واللي رأيي ما أي طبعا واللي برأيي رح لك. الركيزة الأولى هي إيمان التيار الوطني الحر العميق بأنه لا يريد أن يكون ولن يكون امتداداً لأي صدى أجنبي في لبنان، وهذه ميزة التيار. ومنطلاقاً من هذه الميزة استطاع أن ينظر نظرة خاصة نحو حزب الله ومقاومته، ليست امتداداً لا للذين يؤيدون حزب الله من موقع قومي أو إسلامي ولا للذين يعارضون حزب الله من موقع خليجي أو أمريكي. وبالتالي بالعين اللبنانية الصافية حزب الله مصدر قوة للبنان في مواجهة إسرائيل. هذا بالنسبة للتيار الوطني الحر أنا برأيي لم يتبدل لا من 6 شباط 2006 إلى اليوم. وبكل مناسبة بيكون في حديث عن تأزم في العلاقة بين التيار وحزب الله يعيد التيار تأكيد هذه المسألة. والثانية، النقطة الثانية هي إيمان حزب الله بأن تكوينه وتركيبته الدينية تجعله غير قادر لأن يكون حزبا لبنانيا يتسع للجميع فيقود العملية السياسية اللبنانية بتشكيلته الخاصة مثل كل حزب عابر للطوائف، وبالتالي عليه أن يفتش عن نظائر وردائف تشبهه في تكوينها من الطوائف الأخرى يمكن أن يشكل منها كتلة تاريخية قادرة على النهوض بفكرة الدولة اللبنانية. ورأى في التيار الوطني الحر تجسيدا لهذا التوصيف الذي يبحث عنه،
لتوأم الروح. أنا رأيي لا حزب الله بيترك التيار بمعزل عن المصالح وغطاء وما غطاء وإلى آخره، ولا التيار بيترك حزب الله. اثنين عاشقين بيضلوا يتخانقوا وما بيتجوزوا، لكن لا يملك أحد بيتجوزوا بس ما بيجيبوا له، لكن لا يملك أحد الطرفين أن يقطع صلته بالآخر. ما عليك، هالقد بتشوف الموضوع مبدئي في تمسك، يعني كأنه نحن هلأ بخلافات شكلية أو تكتيكية، ولكن الواقع بفرج إنه لا نحن ما بقى لا أنا ما قلت هيك، ما قلت شكلات تكتيكية أبدا، بيبقوا ما متمسكين بس ببعض. بدك ترجعي لي هلأ بتفسير الخلافات رح لك رأيي بالخلافات والمهم نقال، ولكن عم تقول متمسكين ببعض هذا هاي استراتيجيا، لكن مش الخلافات تكتيكية ولا شكلية، عميقة وحقيقية. أوكي. خلينا نرجع من 2005، ليش اجت الفكرة بالتفاهم اللي انعمل؟ تتذكري بال 2005 وقت اللي صار في انتخابات نيابية وصار في شيء اسمه الحلف الرباعي، يعني تركوا حزب تركوا ميشيل عون، ما كان في تيار بعد يعني ما تأسس مثل هلا، تركوا انه يخيض الانتخابات يومتها الرئيس أو الوزير وليد جنبلاط قال تسونامي مسيحي بالموضوع. هلأ نعمل بوقتها حلف رباعي ضد التيار، ربح التيار بمحلات معينة محلات كتيرة، وحاربوا بالمحلات بمحل خسر بمحل ربح، بس ربح الشعبوية المسيحية أكثر من أي حزب تاني، يعني أخذ أصوات مسيحية أكثر من هلا. من بعد ما انتهاء الانتهاء كفوا محاربته وما خلوا يفوت على مجلس الوزراء، بتتذكري لا بعتقد لل 2009 وانا بتذكر هذه على الهامش، وانا بتذكر كيف التيار الوطني الحر قبل وزاره الطاقه يلي هلا عم بيتهم. رفض الرئيس عون لوزارة الطاقة وقال لهم ما في كهرباء من 1990 ما في كهرباء لهلا، بدكم انتم تلبسونا اياها حتى العالم تقوم ضدنا. وعدوا، مش رح اقول لك اللي كان رئيس الحكومة المكلف بدون ما اسميه، انه خذ وزارة الطاقة ونحن بنساعدك. لا ساعدوا ولا شيء، ولو وصلت بس هيدي على الهامش. التيار الوطني الحر ايمانا منه بالعيش المشترك، انه طيب ليش خيي نحن خمس احزاب موجودين ولا واحد بيحكي مع الثاني، خلينا نبلش بالتفاهم مع حزب الله على اساس انه حزب الله بيقدر يجيب معه يعني الثنائي شي حركه امل، وحركه امل فيها تجيب معها الحزب الاشتراكي، هيك يمكن خلينا نبلش ونعمل الاتفاق اللي انعمل بال 2006 ويوم تطلع السيد يعني حسن كان مكرر تفاهمات متتاليه طبيعي. مش فقط حزب الله لا اكيد أوكي. ويوم تطلع السيد حسن وقال وكمان الجنرال عون طلع وقال انه نحن بنتمنى انه هالتفاهم بين اثنين يصير بين ثلاثه وبين اربعه وبين خمسه لحتى نرجع نبني هالدوله مثل ما اذا كنا متضامنين شيء واذا مختلفين شيء اخر. هلا بنختلف بالسياسه بمحلات معينه بس لمصلحه البلد لازم نتفق. هلا اهم بنود الاتفاق هو بناء دوله، عم بحكيك جد. وانا بتذكر يومتها السيد حسن وبناء دوله شو يعني محاربه الفساد، لانه كانت السرقه عم بجنب، يعني ما في حدا، كانوا يتقاتلوا على وزارات المدهنه، ما يتقاتلوا على وزاره التربيه، على وزارة الرياضة والشباب، ولا على وزارة السياحة أكيد. ولا على وزارة السقافة، كان يتقاتلوا على الوزارات الكبيرة المهمة. بيقوم السيد حسن يومتها وقبل قدم ملفات يومتها مدهنة وتقيلة النائب الصديق حسن فضل الله، وقدمها للقضاء اللبناني بعدين عم بقول لك بناء الدولة، لأن هلا مضى ما لا لاحقة بعدين هاي من أربع خمس سنين أكثر يعني عن الطرح والكتاب أكثر وقت انتخابات النيابية لا أكثر قبل هذه من بعد سنتين من اتفاق ثلاث سنين خليني وقت انتخابات 2017 أنا شو بملف الفساد شو قال بحزب الله مين بس خليني كفي لأقول لك شو قال السيد حسن.
هلا اختلفنا انا وياك على السنه، طيب اي سنه بدك اياها؟ لا لا عامل لك 2017 يعني بعد 11 سنه. قال هلا الملفات وصلت ويومتها بتتذكري حزب الله عين النائب حسن فضل الله، ويومتها انا بعثت له ملف حول موضوع الفساد. وصلوا وطلعت خبريه انه خيب القضاء اللبناني ما بيقوم. السيد حسن بيقول اذا القضاء اللبناني ما يقوم بواجباته نحن بنعرف كيف بنقوم بواجباتنا. خلي تراجع بقى، خلي خلو هلا بالنهايه انه السيد حسن قال هو بده يحاسب، مش هو بده يحاسب، بده في 100 طريقه مع التيار الوطني الحر مع الاحزاب البقيه يلي همه هالموضوع هيدا خلي يشرف. واذا تفاجئنا انه ماتت القصه وهون بلش هذا كلام كثير دقيق إيه بالنسبه للعبه كلها. اوكي 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 انت راجع كانه في تراجع راجع من جهه حزب الله. راجعي انا اللي عم بقوله راجعيها مش انا يعني. اوكي بقى وصلت لوقت انه وصلنا لعهد الجنرال عون، انا بحكيها باختصار لانه قلت لي سرع، لعهد الجنرال عون. هلا اللي بيقدر مثلا يساعد الجنرال عون هو التفاهم، يعني حزب الله حليفه للرئيس بري، الرئيس بري كان على خلاف مع ما انتخبه تتذكري للجنرال عون. هون بلشت الطامه الكبيره بين الاثنين، انه اتهم عهد ميشيل عون بالفساد وكانه هو بيتحمل من 30 سنه لهلا والبقيه ما حدا عمل شيء، ووقف انه حتى بمحلات معينه افتكر انه حزب الله ما ساعده او ما بده يساعده. توصلت هالامور الصغيره اللي دحرجت اللي عم بتقولي ويلي كبرت. فاذا انت هلا حطيت النقطة بمطرح بوعد معين يتعلق بمكافحة الفساد من قبل حزب الله، بناء الدولة هي بتبلش لم يطبق. صحيح. هيدا يلي صحيح ما قدر حزب الله، يمكن حزب الله ما بده يعادي الناس، يمكن هيدي ما بده يعادي حدا. بقى أنا وصلت لهون للمدهر لحين ما وصلنا للتمديد لقائد الجيش، لحين قبل تمديد لقائد الجيش لما رفض تيار الوطني الحر سليمان فرنجية، الوزير سليمان فرنجية، وبعدين تدحرجت إلى تمديد لقائد الجيش، وبعدين امبارح عيننا رئيس هيئة أركان. يعني هيدا طبعا مسار طويل وفي أمور كثيرة أكثر من هيك، بس الأساس العنوان الكبير اللي أنا بسمعه دائما هو بناء دولة، وانتخب رئيس الجمهورية ميشيل عون على أساس هو سيبني هذه الدولة مع رئيس الحكومة والحكومة، وتبين انه ما وصلوا للنتيجة. عدة حكومات طبعا يعني عم حتى بالاخر حسان دياب حتى بالاخر الاحداث الامنية اللي صارت انفجار المرفأ، او الاحداث اللي صارت خارج هي الوباء اللي حصل واللي صار، كلها هيدي نزلت، والمظاهرات اللي صارت بالشوارع اعتبرها التيار الوطني الحر انه هي كانت ضده ما كانت معه، وكان بالاخر وصلوا بالاخر انه هيدي المظاهرات تسب ميشيل عون وتسب جبران باسيل وكانه هن مسؤولين من 30 سنه لهلا ما حدا واقف معهم. استاذ ناصر مشان هيك تطورت الامور، بس انا بقول معه حق انه الجره انكسرت. بلوين وصلنا؟ الجره انكسرت، انا عم بقول لك الجره انكسرت، وهلا حاليا عم بفتشوا على جره جديده، ما حدا يفكر انه رح يلحموا الجره القديمه. عم بفتشوا على جرة تفاهم جديد، على جرة جديدة، تفاهم جديد رح يصير بدءا من انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة، ويشوفوا كيف بدنا نبني هالبلد، مش نختلف على رئيس جمهورية ولا نختلف على حكومة، بدنا نبني هالبلد ونرد مصريات الناس اللي انسرقوا إذا قدرنا، ونشوف كيف بدنا نرجع نحيا الاقتصاد اللبناني ونحيا علاقتنا مع الدول العربية لحتى تساعدنا قدر الإمكان. أنا برأيي يعني التيار عامل مراجعات بخصوص اللي كان موافق عليه وبطل موافق تحضر عليه، ولا بخصوص شو عمل حزب الله؟ مثل ما فهمت من أحدهم أنه الأمور يعني تألفت لجنة من تيار الوطني الحر ومن حزب الله لإعادة دراسة التفاهم، ويشوفوا شو الأمور اللي اختلفنا عليها وشو الأمور اللي فينا نضيفها على هالتفاهم هيدا موجودة. يعني أوكي. بقى ناطرين الاجتماع. نعم أستاذ ناصر، طبعا النقطة الملفتة اللي ذكرها بدنا نستوضح عنها إذا كان فعلا هي سبب
الوعد الأساسي هو المشكل الأساسي أو الأمل اللي تم منحه للتيار الوطني الحر، وإذ ما شافوا من هذا الشيء ما قدروا يمونوا على حليفهم. نحن دائما سمعنا المشكل الأساسي الرئيس نبيه بري وعلاقة حزب الله بنبيه بري. أول شيء خلينا نتفق على مجموعة نقاط بالنسبة للتيار، قراءة التسلسل الزمني للأحداث. وهي النقطة بعد التفاهم بعد التفاهم كان هناك أزمة بين الثنائي معا وحكومة الرئيس السنيورة بمكوناتها الأخرى، بقيوا الوزراء الشيعة خارج الحكومة لسنة ونص تقريبا والتيار خارج الحكومة، ومنها هنا ذهب الثلاثة مع الآخرين إلى اتفاق الدوحة اللي بال2008 أنتج قانون انتخاب هو قانون الستين بناء على طلب التيار الوطني الحر. للتذكير هذا القانون كان طلبه الرئيس لحود ووزير الداخلية آنذاك سليمان فرنجي من الرئيس الأسد، وتمنى الرئيس الأسد على حزب الله والرئيس بري السير فيه ورفضاه كرمال التفاهم. حزب الله مشي فيه وضمن موافقة الرئيس بري عليه. فإذا قانون الستين هذا بقله من سنة الستين بس من رفض بسنة 2004 لما انطرح وجد فيه الحكومة برئاسة الرئيس عمر كرامي الله يرحمه والوزير سليمان فرنجي، رفض في مجلس النواب أن يسار به. أوكي ما هو موجود، ما رفض، كان مطبق قوانين أخرى يا معالي الوزير. مثل شو القوانين؟ كان مطبق قانون المحافظات الخمس على أساس النظام الأكثر، التعديل بال قانون الانتخاب تاع الستين رفضه حزب الله وأمل سنة 2004. يعني تيزغروا الدوائر بس مظبوط على راسي بس رفضوه حزب الله وأمل، قاتلوا قتال مرير لدفنه، وكان الرئيس لحود والوزير فرنجية حليفيهما المسيحيين ماشيين بكل تقلون. أنا وقتها كنت نائب وسألت الرئيس الأسد، قلت له عم ينقال هذا قانون القضاء قانون بشار الأسد، هيك فهمانه الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه، قال لي أبدا أنا ما حطيت إيدي فيه، هذا القانون طالبه الرئيس لحود والوزير فرنجي، ولا معلوماتك حاولت مع الرئيس بري والسيد حسن انه يقبلوا ما قبلوا. اوكي عم بيقول انه التيار الوطني انه اول حزب الله نجح اول ثمار التفاهم عم بحكي تاريخ اي سنه 2008 بالدوحه اقر قانون الستين كرمة لعيون التيار الوطني الحر وخلافا للمصلحة الشيعية الانتخابية. طيب خليني أخذوا حركة أمل عليه حزب الله بالمقابل عيون التيار. أوكي. بالمقابل بال 2006 بحرب ال 2006 نعم يعني النزوح اللي صار واستقبال بالمناطق اللي المحسوبة على التيار الوطني الحر أو على الجنرال عون استقبلوا النازحين، يعني هيدي مقابلها الوزير. لا 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 هذا معيب بحق التيار. يا خي ليش معيب؟ لا 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 يا خي ليش معيب؟ لا معيب وطنيته صارت تربيح. يا خي بدي لك شغله، إذا في خلافات لك بدي أسألك سؤال. لا ما بدي جاوب على ما تجاوب عليها. هلا التيار فتحت والشمال فتح يا حبيبي فتح. يا حبيبي يا حبيبي صار هذا حق قانون الانتخاب يا حبيبي، مش هذا حق القانون. ما انت قلت لي هي حق. لا يا حبيبي عم بقول هذا قبل القانون، انت عم تحكي هذا والشمال القانون حق هاي. لا مش حق هاي، عم بقول هذا التفاهم اللي صار ادى الى انه لك. هلا ما تقول لي بقى انا كنت عايش وبعرف يا معلم. انا بعرف كيف صار فتحت البيوت فتحت المدارس فتحت الكنائس عظيم. كان له تأثير، كان له تأثير قبل يا خي، كان وضعه كان بعده المتريس موجودين دخيلك يا شيخ بين الكرة وبين المصالح السياسية بين الأطراف. هلا ليك بدي أقول لك شغلة، أنا فيني أحكي مثلك بشرفي. هلا أنا بدي أخذ بريك سر. أحكي مثل اللي بدك إياه بشرفي. أنا بدي أخذ بريك بس أنا مش هيك. أنا عجبني أنت برأيك أنت بدك إياني أنا وافق. لا ما توافق بس ما تقول لي لا أنا اللي لا عم بحكي. طبعا لا وأنت طبعا لا اللي عم تحكي. قول لا اللي بدك إياه بس أنا عم أقول لك الذي كسبه التيار في السياسة لا يقبل أن يكون ثمنا لموقف وطني معيب بحقه. طيب بدي لك شغلة، لا أنا رح أذكرك وما كنت بدي أحكيها. طيب شو قال وليش انتخبوه بال 2006 بال 2016 للجنرال عون بعد 10 سنين؟ شو قال له؟ أنا بتذكر بعت له رسالة للجنرال عون السيد حسن وقال له هيدي لن أنسى
لن أنسى ما فعلته أنت كتيار. أنا دائم برقبتي. دائم برقبتي. بال 2006 لا بالانتخاب. يا حبيبي. يا عمي بخطاب معلن بال 2006 على الهواء. قال على الهواء إلى يوم الدين. يا خي قال له يا على يوم الدين ليش؟ طيب ليش قال يا خي عم بقول لك ليش قال له يا؟ خلص لك يا خي ليش قال له يا؟ مع الوزير مثل ما بدك خلص. يا ربي وإلهي. قال له يا خي ليش قال له ياها طيب؟ خلص ما عم بسألك جاوبني. ما عندي جواب. بدي آخذ بريك. ما عندك جواب. قال له يا هلا أنه اشتغل وساعده. اللي انتخبوا بال 2016 لانه قال له انت دين في رقبتك. صحيح. كيف الحكي هذا؟ صحيح. خليني اخذ بريك. صحيح. انتخبوا بال 2016 لانه اكبر زعيم ماروني ولديه اكبر كتله مسيحيه من النواب. رد له الدين وقال له بدي رد الدين وقت اللي قال انه انا عندي مرشح. عودة لبديبلوماسية رح نكفي هيدا الموضوع طبعا هيك روقنا شوي. بدنا نشوف موضوع الخلاف الأساسي اللي انطرح أستاذ ناصر اللي هو فرج المشكل اليوم الكبير، الرئاسة والطروحات التي يطرحها طائر وطن حر مختلفة تماما عن حزب الله، ويمكن مش ما بدنا نفوت بتسميات، ولكن المسألة الرئيسية ترشيح الوزير الفرنجي، وبلشت الأمور تتسارع حتى ولو كان في خلافات أكبر. التيار الوطني الحر يرفض أصلا هذه النقطة حصرها، يعني الخلاف وموضوع التفاهم هو يرفض رسميا ربطها بترشيح فرنجية، إنما زمنيا فينا نشوف هالتراجع بلش بهذا. لا الوقت. أنا رأيي بلش بالنص الثاني من عهد الرئيس ميشيل عون، بعد ما بلش يشعر التيار بأنه لن يستطيع تحقيق الأمال والطموحات التي رسمها مع عهد الرئيس هون، سواء بسبب 17 تشرين اللي عملت يعني هجمة ضخمة على التيار والرئيس هون، أو تخلي الرئيس الحريري. خلي نرجع نتذكر أنه التيار الوطني الحر الذي هاجم حزب الله وحمله مسؤولية فشل التفاهم بذريعة تحالفه مع حركة أمال هو نفس التيار الوطني الحر الذي عقد صفقتين سياسيتين، واحدة مع القوات اللبنانية وثانية مع التيار المستقبل تحت عنوان إنجاح عهد العماد عون. نعم. والوحيد الذي بقي خارج التفاهمات كان الرئيس بري بالمناسبة. وحزب الله لم ينكر يوم أنه يقيم حلفين متقابلين متوازيين، لكن مع الرئيس بري نجح بإدارة الخلاف، مع التيار ما قدر ينجح بذات المستوى بإدارة الخلاف، بدليل أنه مع الرئيس بري اختلفوا على رئاسة الجمهورية، وراح الرئيس بري حط ورقة بيضة بانتخابات العماد عون، وحزب الله كان رامي بكل ثقله لانتخاب العماد عون، ولم يؤدي هذا إلى اهتزاز التحالف بين الرئيس بري بين أمل والحزب. بينما العكس يحصل الآن في موضوع فرنجية، يعني ترشيح الوزير فرنجية وموقف التيار. أنا رأيي أنه بالبداية التيار بالنصف الأول من عهد العماد عون كان عنده فهم للنجاح توافقي، ولذلك لم يرى أن لديه مشكلة في العلاقة مع التفاهم ومع حزب الله. في النصف الثاني بعد ما خسر العلاقة مع القوات، خسر العلاقة مع تيار المستقبل، خسر العلاقة مع نائب جنبلاط، لأن الكل صار يريد أن يحمل التيار مسؤولية الانهيار، وهذا ظلم وافتراء وغير صحيح، لكن صارت فرصة لتحميل طرف واحد المسؤولية والنجاة من أي مساءلة، فرميت كل أزمة النظام على التيار، والتيار هون تلقف هذه الأزمة بصورة هجومية على حزب الله محملا إياه مسؤولية عدم مساندته، ولهذا كان الفشل. هلأ في مفردة بيفتح التيار بيحكي فيها عن موضوع الفساد، أنا رأيي انه جوهر المشكله ومفردة تاني استاذ ناصر، هيدي مين بده يعني يوضحها او يفهمها اكثر من نسيج الوطني اللبناني ونسيج المجتمعات، اللي هي البيت الداخلي الشيعي الذي يعيق اي تقدم اصلاحي براي التيار وبراي الجمهور التيار، اللي بيعتبر انه في مخاوف من انه يرجعوا يعلقوا حزب الله وحركه امل على قصص تكتيكيه في الدوله، وحزب الله هلا مش هيدا اللي براسه ولا ب شوفي أنا رأيي أنا رأيي ما حدا بيقدر يفصل البلد على هواه، هذا البلد هذا هو، وهي تركيبة الطوائف اللي فيه. اللي بده يعمل نظام طائفي بلبنان وبده يقبل النظام الطائفي وبده يرفع بالنظام الطائفي شعار حقوق طائفته ما بيقدر يدين الآخرين على طائفيتهم. تيار الوطن الحر تبنى شعار اسمه حقوق المسيحيين،
بالتالي ما بيقدر يهاجم تحت عنوان إصلاحي طوائف أخرى. بس حقوق المسيحيين من منطلق إصلاحي. لا ما فيش اسمه منطلق يعني حقوق إصلاحي المسيحيين من منطلق بناء الدولة مش محافظة يستحيل على يستحيل الجمع. أنا هذا رأيي، الجمع بين الطائفية والإصلاح برأيي مستحيل. نعم. لأن الطائفية تعني أن تتولى قيادات الطوائف اختيار موظفي الدولة في الفئة الأولى. طالما بدك تقسمي الوظائف على أساس طائفي معناتها ما عاد في مباراة. وبالمناسبة لما إجا حزب الله يتقدم من خلال الوزير محمد فنيش بمشروع لكيفية تعيين الفئة الأولى رفضوا التيار، وأنا مع التيار. لا برضه. لا مشينا. لا لا عم بحكي التيار اللي اعترض على المشروع. لا مشينا في بال 2011 ولو عم بحكي سياسيا. أنا كنت بالحكومة ومشينا فيه وعيننا كثير مدراء رؤساء. مبدأ الكفاءة والاحتكام للمباراة مع مبدأ التوزيع الطائفي مزحة كبيرة. اثنين، مبدأ تخصيص وظائف الفئة الأولى. في اليوم حدا بيقبل بالتيار مثلا عم بتقول كل الطوائف مثل بعضها بهالنقطة؟ مش هيك بس نظام الطائفي هو أساس الفساد. أوكي. لأن أساس الفساد هو المحاصصة. في مسيحي اليوم بلبنان يتجرأ أن يقبل علنا وعمليا بتطبيق المادة 95 اللي بتقول عدم تخصيص طائفة بوظيفة، يعني قائد الجيش وحاكم البنك المركزي ما يكونوا اي مرشح رئاسي، تيجي بتقولي له هول بيقول لك لا ما فيني انا اقرب عليهم انا بخسر مسيحيا. شو هي؟ عدم تخصيص طائفه قائد الجيش انه مش ليش ناروني؟ ليش ما بيكون مباح امام كل الطوائف وبالتناوب والتداور؟ حاكم المصرف المركزي ليش بده يكون ماروني؟ رئيس مجلس القضاء الاعلى، مدير مخابرات الجيش. بس هودي لانه كلهم. لماذا لا تكون كفيها؟ لماذا لا تكون؟ لانه الحصه الاكبر والاهم معطاه للموارنه بالفئه الاولى لا تزال. وين؟ قائد الجيش. نعم. حاكم البنك المركزي هول الامن والمال. خي خذ لي حكم، اعطيني وزير الماليه وخذ الكل. ماشي ما هو لك يا الحكي يا شيخ. يا معالي الوزير. لك يا الحكي يا شيخ. يا معالي الوزير، لما بتحكي بعدم التخصيص عم تحكي بالكل. الكل يتحدث عن عدم تخصيص الوزارات. انا بجاوبك خي ناصر، بجاوبك عم بتقول المراكز العليا الكبيره في الفئه الاولى جبت لي وزير الماليه. يا خي اعمل لك يجي واحد بيقول لك خذ الكل واعطيني رئيس جمهوريه. خي لا يا خي لا مش خذ رئيس الجمهوريه واعطيني رئيس الحكومه. هلا بلا مراسه ما عم نعمل انا وياك اتفاق طائفي جديد. انا عم بقول في الماده 95 نص، مش بدنا نعمل اتفاق اعلان، نص يقول بعدم تخصيص طائفة بوظيفة. بس قبل المادة 95 ايه حافظها انت؟ ايه طبعا. ايه اوكي. لو حافظها كنت بتنتقدها. شو؟ لانه باول خمس سطور بيقولوا الغاء الطائفية السياسية، سادس سطر ايه؟ الغاء الطائفية. طيب اي هي سياسية ولا طائفية؟ خلينا على النص الواضح. انا سألته انا يا معلم خليني كفي. لا مش عم بغير الموضوع، انت عم تحكي عن المادة 95. انا سألته للرئيس الله يرحمه حسين الحسيني. يا خلينا نحكي يا خيي. ما طيب انا كان معي كلام وعم جاوبك على هذه. رح سالته للرئيس حسين الحسيني، طيب لا انتم بالطائف كاتبين بالمادة 95 هيك؟ قال لي سقطت سهوا. وراح ابعث لك تليفوني مش بعث لي كيف لازم يكون النص، وبعده معي من ايام الله يرحمه حسين الحسيني. بقى المادة 95 بدك تطبق قبل منا، بدك قبل ما تطبق 95 سؤال عم يحكي مع حدا أحسن من حدا. نقطة بلا إذا عم بيقول كلهم مثل بعضهم بهالموضوع التعيينات الطائفية. لا ما أنا عمول النظام الطائفي قائم على المحاصصة. صحيح. والمحاصصة تعني أن قادة الطوائف في الدولة هم الذين يختارون ممثلي الطوائف في الوظائف الأولى، وبالتالي هذا يعني طعنا في الولاء الوطني والدستوري لموظفي الفئة الأولى، لأنهم مدينون لمن جاء بهم للوظيفة. الواقع هيك. بدنا نعمل. الواقع هيك. بدنا نعمل. أنا بدي مين بعين القضاة؟ أنا بدي معه حق اللي عم يحكي. معه حق، بس بدي لك شغلة. وقت اللي بدك تحافظ على هالموضوع ودك تقول بيتقدم على هالملف هيدا او على هالوظيفه هاي، بيتقدم مين ما تقدم عظيم. بس وقت اللي ما بيصير بخلك شغله. انا صارت معي وانا عملت ثلاث انتخابات، ثلاث امتحانات بمجلس خدمه مدنيه، ومنهم لمحافظ البقاع. وبقول لك لانه طلع الاول وكان في واسطه لاكبر منه وهو طلع الاول، وانا رفضت الا هو. بدي اقول لك شغله،
وقت بدنا نراعي بالوظائف. انا مش عم بطرح حلول مع الوزير، لا لا لا، انا عم فسر ازمه التفاهم. صحيح صحيح، عم اقول لا اصلاح في ظل النظام الطائفي. اللي قادر يقول في اصلاح بالنظام الطائفي يفرجيني مثال. بس ما فيك تجي تقول عم تتهم انه حركه امل ماشي بالسياق القديم، ماشي بما يتطلبه النظام الطائفي، ولهذا نفس الشيء ما قدر. لا لا لا، والتيار الوطني الحر ماشي بالنظام الطائفي كله وماخذ حصته بالنظام الطائفي كلهم، وحزب الله قبلان انه امل تاخذ الحصه الاساسيه في حصه الشيعه في الطائف في الوظائف بالتراضي بينه وبينها وفق تفاهم بينه وبينها. رايي النظام الطائفي الان تركيبه الدوله مرضيه للقوى الأساسية في كل الطوائف. أوكي هلا وكل حدا بده يقوس لهالسبب، تعيينات صلاحية لهالسبب، كل طرف بيقوس على الثاني بتهمة الفساد. لأنه أوكي أوكي ما عليك، مش مقتنع بشو؟ مسأليني. مش مقتنع بأنه الموضوع الطائفي بلا 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 بلا، بس مقتنع بإدارات الدولة، يعني هو عم بلش برأس الإدارة السياسية، مقتنع 100% بس مفروض مقتنع 100% 100% بس مفروض نحافظ كمان على الوجود المسلم مثل حافظ على الوجود المسيحي. مش اجي اعمل انا برايك انه حزب الله ما حافظ ما لا ما على لا الوجود لا لا لا. عم بحكي على التفاهم، واحد من اركانه حزب الله. مش عم بعد ما جبت سيره حزب الله، عم بحكي من البدايه من ال 94. طيب وقت اللي انا بدي اجي جنس وما حدا اعترض، جنس 120 الف مسلم ما في منهم 5% مسيحيه، وهن وكيف ساعتها بدي احكي انه تعالوا خلينا نتقدم على هالمركز بيتقدم؟ هم امبارح بالجمارك ما تقدم ولا واحد مسيحي، لانه وقت بدك تتقدمي بده يكون على القليله في تكافؤ فرص موجوده، انه يكون في 50 واحد مسيحي مقابلهم 70 واحد مسلم، بس مش 70 واحد مسلم مقابلهم اثنين مسيحيين، ما راح ينجح ولا واحد موجود. برايك اذا رح تصفي الامور كلها، رح تصفي الامور وترجع. اذا انا وياك بنلغي الطائفيه رح نرجع نفكر. لا يا خيي، طيب انا شو بدي اعمل؟ بهجر ابني؟ بسافر لابني؟ يا مع الوزير، انا لا دعيت لالغاء الطائفيه ولا شيء. انا عم اقول لا يستطيع ان يتحدث عن الاصلاح من يقول ببقاء النظام الطائفي. فاذا قررنا لا ما فيك تعمل اصلاح. اذا بتريد ليش؟ رح اقول لك، رح اقول لك انا، رح اقول لك امتى فيك تعمل. روق علي، انا رح اقول لك، رح اقول لك هلا حكي اكثر مني. طالما اللي بدك توصل له تقول النظام الطائفي ضرورة من أجل بقاء العيش المشترك، لا ما يفلوا المسيحية من البلد، أنا ما عندي مانع. لا لا، أنا من الذين يقولون أولوية التعدد الطائفي بلبنان تسبق هوية النظام عندي. وإذا كان ضرورة من وأنا أقول لا تقدم في نظامنا إلا بالتوافق الطائفي خطوة خطوة، لكن ما حدا يأوس من موقع طائفي. أوكي، وضحت الفكرة على الآخر. وضحت بتهمة الفساد تماما، وهو راعي الإصلاح. آخر سؤال، ما في قوة طائفية حاملة راية الإصلاح وطائفي فاسدي. بس أنت كمان عليك آخر سؤال، آخر سؤال، أنت ما في كمان حتى تعمل إصلاحات؟ إذا أنا بدي أعمل إصلاحات أنت كيف ما بدك؟ ما عم أقول هيك أنا. خي أنا اللي عم بقول. ما فيك تشوف سعد الحريري اصلاحي وتعمل معه اتفاق 3 سنين ومعتبر نبيه بري ابو الفساد. لا يا خيي، مين اللي قال لك تيار هيك؟ انا ما انا ما انا ما بوافق. انا برايي خلافه مع حزب الله في موضوع امل كان خطا. انا بيعرف رايي الوزير باسيل، انا كنت اعمل لتفاهم بين التيار وامل. انا برايي الكل اللي استلموا الحكم سواء هو كان فاسد أو هو ما حاسب الفاسدين أو طنش، هو كلهم فاسدين. بعدين شو الفاسد؟ بدي أسألك سؤال، شو تعريفك للفاسد؟ فاسد إنه اللي بيسرق، إنه اللي بيسرق مصاري بحطه. بعطيك تعريف، خليني كفي لك. رياض سلامي يا خي، خليني كفي. عم بعطيك تعريف، رياض سلامي صفة وليس شخص. أنا بقول لك الفاسد مش معناته صفة، رياض سلامي صفة. أنا اللي فاسد مش معناته اللي سرق مصاري وحطهم بجيبته. لا، هو راكب على الكل. الفاسد هو الفاسد يلي هو ما اجى على شغله، الفاسد يلي هو قدم معاملة على معاملة ثانية، هذا الفاسد. هل بتعتقد انه بعد الرئاسة رئاسة الجمهورية رح يلتئم هذا التصدع بالتفاهم؟ لكن بدي اقول لك شغله، هذا موضوع، هذا موضوع، لا ما رح يلتئم، ما رح يلتئم، لأنه إذا ما اتفقوا، إذا حزب الله ما مشي مع فكرة التيار الوطني الحر أو التيار الوطني الحر مشي مع فكرة حزب الله باختيار رئيس جمهورية،
رح يبقى متصدع، ما رح يتفهمه. والأمور عم بتزيد تعقيد أكثر، خاصة من بعد تعيين امبارح رئيس الأركان، وقت اللي سمحته قال من 8 أشهر قال لن هذه الحكومة لن تعين موظف من الفئة الأولى. طب كيف تعين واجوا هن حضروا الاجتماع؟ انا بدي اختم بس كلمه، بعد الرئاسه بينحل موضوع ازمه التفاهم؟ انا رايي حزب الله في خياره الرئاسي رح يراعي عدم خساره طيب. علاقته بالتيار. ممتاز. هلا اعطيتهم بيت القصيد وممكن لا، وهذا لا يمنع انه التيار يقول لولا موافقه حزب الله لما سارت امل في خيار اخر. ويمكن حزب الله ويمكن التيار يحضر الاجتماع وما ينتخب الوزير الفرنجي، بس بأمن ال 86. شكرا للنائب السابق ناصر قنديل وللوزير السابق مروان شربل على هذه الحلقه الخاصه التي يعني خصصناها بالقسم الاول لدراسه 1701. نحن رحنا اكثر فيها بالمواضيع الاقليميه وتفاهم مار بخير، بما انه نحن في خواتيم شهر شباط. شكرا للمشاهدين الذين تابعونا دبلوماسيا الاسبوع المقبل. الى اللقاء. Merci.